بسم الله الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت بالوحي الحبيبي كنت من ننا نو جعل هاي نفتيدنا تأثير وين كله دات كنا عاد سوق خلاف سنين أنا بس سان شيء عن جعل هاي وأنا عن إلهي وجوه يوضي إن إلهي دات كدورت وكرا لحبه مركن إنكاس إيو تأثيراتك وولي هاي هي ربينا كهالله عاد وبسي توسع مضون إن شاء الله تعالى أنت تبرع وصوق عاد مضون إن شاء الله تعالى مركا وحنا اللي يرى هذا وننكا وجو قرني دي هذا التجي يهذا بقى يكن هذا صعود بقى ننكا وجونا تأثير كبدن وجونا خلاف كبدن ما كرنتي مركي اللي يرى وننك عاد وحلاقة قرن وياها قل كسهور جدا يقولوا وافق سن يقولوا وصدق انت وحنا سي كهر مرينا يا لبا اخي مودن خبينا كهر مريو او انغا سوماليدا حال كيغو سيدو اها انتي او شيخ محمد معلم انتو سنو ايمانين او اسغا رنتي متاثر كو اها كو ساموبي او كتبيهي سا اسغو كلي اسغا لما كلمين لكن لكن او كو ساموبي او كتبيهي سا أو مارتي آدي آد وساموبي وكتاب تفسيرك وأخرين جري سيدا بدا أنا با معلوماتك أو نقصين جري أنا با أقادي با وكتابك أنت سو أخري وكتابك مارتي فضلالك أهو سيد أولي هاي سيد قطب أولي هاي أيا أنت سو أخري وحن أقادي جري إنو أساق النقصي البهل كي محي معلوماتك يتوجيهاتك إنو أساق النقصي ساسا نكو أقادي أنا با أقادي marka yaa inta uu noo akhriin jiray kitaabka noo akhriin jiray marka xaaladda iyo quraanka iyo sidaan ka ahayn xaaladeeda ayaan rabo xogaa inaan ka taabto sidoo in quraanka haddii ilaahay baa noo soo dejiyay waana naqaanay oo maartay waana la soo baray oo waa xafidsan runtii alxamdulillaah waana xafidi jirnay aad iyo aad bal subcin jiray aad iyo aad laakiin xagga culuumtiisa iyo cilmigiisa أيام نغو يرى ووحن حسوسا هاي مركي أي رمضان كالجوغو أيا سيب بركاء هو الدريسة ألو أخرين جيري ونينك كلي هنا سيدة بدنا أخرين جيري نوحوها شيخ حسين عبد الله يرحم أيوه مركا لكن ويل ورالكي أهاي ودكتر كدي بن غضي والتوارد انت الله يرحمه وبابور القدومي محمد لورنجي محمد داهر ويس ayaa wax ugu yiri wiil aad ajeeb lahayd oo fahmo badan oo aha markaas wax ugu yiri maalin walaal ugu yiri kitaabka quraanka markay la akhrinayo culimadu ay akhrinayaan waxay u akhrinayaan oo yiri taariikh laga soo tagay camal yaani waxa la yaa wiilka dhakiis maalin kana la dhakiis kala al marto maalin la ko yiri yaro haweenka iska dhex waxa la ilaalisa ayaa haweenkan u babbanaan jirnay markaas haweenka shirshiro oo sheekaysto oo markaas wuxuu ugu yiri waan la yaab wuxuu ugu yiri walaalow haweenka yaa hadalka u dhageysto dhah maxaa jira in kulligood waa wada sheekeynayaan waa runtiis oo waa dabciga haweenku saas u baahay cilmi ahaan xataa sanse looga oo wada sheekeynayaan laakiin sheekadana waa iska maqlaayeen ilaahay qadir ragu taamala marka wiilkaas uu ahaa wuxuu yiri walaalow quraankii si waxaa loo akhrinaa buu yiri oo taariikh laga soo tagay Allah akhnaa waa la yaabay maartay runtii waana runtii soo markaa saasay ahayd wax maartay la barakeysto ah ramadaanka bas waxa kaloo la yaab lahayd oo aad iyo aad oo ajeeb lahayd waxa weeyaan xataa waa la barakeysan jiray mar laakiin markii dambe xataa haweenka oo maartay yaani maartay bahalkii maxay ahayd markay xir aan ahayn markaas ay waxay leeyihiin maartay inta bun diwaan ay nooyi ay maartay nooyi yaray bunkaasi noogu yeeray
قار أربعادة أي قار كو مركلا أي قار تمعادة أي وحاسي لهنجري مركاسا قولنا وحي ربتا إن مناقب لو أخري مناقب كمعنيس ما فهم أيان لكن ولا إسكا أخرين هاي قولنا وحي ربتا بردها إن لو أخري وبركيسي أهان لبضو بمعنى وحد قرن إيسا يعني دقن كي وعادي قاها حتى بركيسي لفتي سي إن لقى بدل قات ومراقب يومارتي باركي محوها يبرده لو بدل قاتي أدموده وقرآن قرآن على الدين أخرين هدي اللي جرى هذا كليه وحال أخرين جرى قرآن كمركي موت كمركيته مركي موت دعه أي الله أخرين عليه مرة وحال جرى هذه أخرين جرى مرة بمعنى وحي جيدان إن مارت قرآن كي هل مرة لو قد أميه موت كاس لو قد أميه وحاس مركا وحا كالتور لعضي سياد ويابو له وحي به جرين حتى وذا اللفتو ده وذا ده اللفتو ده لا بقى أخي موضعين كيشيك يا وذا ده حالكو ده يا قرآن كسي كلا هاي هي حديث كبه حتى حديث كان وحا بجرت كتاب أبو جمر اللي يرمنا أبو جمر اللي يرى هذا بخاري اللي قصوه قابي أشرف حسين عدم أو نو أخي يا مر ها مركا وحكا ليتو كحديث ولا أخي أنا ما بلاهين كتاب كان بلوغ المرام كأفيريا أو أحكامته أو من حجر العسقلاني وقلت تلقى لكتاب الأدلة الأحكام أدلة الأحكام ك أي حتى مارت ريبارد ريفيري أي مارت وحي سميين كتاب كان وافقي أخر سنجرين ولو أدي جري مركا وداد هذا أنا رهنا لأن ليه جرنا شيء محمد بلوغ المرام وحو يري أيقو حرقة كتاب كان وحو يري وان وارتي وحو يروان وان حبال نوير يعني وكتاب بدعاها للي هاي مركا وان حبال نوير مركاسو مركي دمو وح فهمي جامع الإسلامي وكسو بحي مركي دمو وح فهمي أو نذر وحوكو قلي كتاب كاسينو فافيه ساسا الشيخ محمد بلوغ المرام نوير وحاد قرن نيسا مركا وحاك ليتو جرتي وحجيب لهايد مركا وحيد يجرين وذا داد وحيد يجرين كتاب قرآن يحديث كبروحي والا قلبها بمعنى وحي وجد فقه قاس أخستان أي وجد فقه مرك يعني روحي ولا قلب حي بيجري ومرت بركيس ما هنا معنى أو وقفر لي أو علمي أهم جري ها رنتي وحواي ساس ولي واحد كسي قرن يسوي وذاد اللي جرى هذو لأورنج جري الله يرحمه وسجن شيء خيجي أو شيء حال أورنج جري شيخ محمد وحدي جري شيخ محمد مريجان بيجري ها شيخ أحمد مضيقان شيخ أحمد مضيقان مركا وحا سيئات كفهمتان وحو أصحاب هايين ومارتي بهالكي محاي كتابها مارتي بهالكي نو أخرين جيرين لكن شيخ صاحب لأها وداد نمنكي طبنكا هايو محمد سياد در رؤو ديلي ومارتي سورة النساء أرنتي دي لقود ديلي طبنكا أها نينكا ميدوها شيخ موسى الأورين جيري ومارتي مجهايد كان سيقالي لغا قبطي وذات كاسا مركا ساحيب كيس أحا وذات كاس مركا كتاب كان نوع أخريو منهاج وأخرين جيري عدة يدا أبهي با مارتي كان علمو وكان إياد مطبان ميلاز باب يهيد مركاسا مركي وكتاب كان نوع أخريو أنا وحقا واب مركاس واب برارب سنايو وحان كايمي وحان كتاق جيري مركي مدارس تيجي نوع حرمان أيان تيجي جيرو باب ديها تيجي جيري مركاسا مارتي شيخا مركا حقا أن لن يقاشي جيري أو مركي كتاب كأورمي أن كهري جير لا نقاش جير أو يعني دين تي تطبيق هذا وحسن كله لجيه مرك وحي يجيري كتاب مرك التفسير كي يوحيان أن كسوقات قادم وقت مرك وحي يجير بلو في رصد ماشى خطب كذا فيه وحي يجير تضبات سنة أيام فقه أما آخر سنة يي أما آخرنا يورا يعني إنه السوقاته يي إنه فيديو لبلا سان كده حيور تضبات سنة في رواد مركا هذه مركا سبحان الله إني أسديتن كما أصيّلين أو واحد بدل بكدي ما أصنجو مركا شيء أحمد مديجان كم مركز وما أنا أقول إنه من كل قبيلها وجرناي لكن مرك أيان رويدان وحان مقلي وداد ودرتك هاد لا يعني درت يهين بوشيك يعني درت يهين بوشيك أنا مركا دت كان بويدين جرو ومديجان كحجي حجي دكان حجي سجيران عنده جري مركا وحوي يعني وداد عشيق ويري مارتي ما لود درتك هاد لا يعني أو يو قولوا ينك أي كلا يهين يكهل هاي أيان مقل هاي يعني درتك مديهم
marka shay khaas marka waa saas way wuxuu yiri 70 sano ayaan fiqhi ku dhex jiray oo yiri aan ama akhriyay ma akhriyay waligeena tafsiir ma akhriyay waligeena tafsiir ma akhriyay warka bal fiiri intuu leeyahay marka waxaad garanaysaa wadciga iyaga sida uu kitaabku quraanku uu ka ahaa ayaad garanaysaa in meed loo akhriyo in la iska akhriyo la subciyo oo maarta iyadana maarta kulli maarta xaafadaha iyo maarta ramadaanka aan la qaybsan jiray oo maarta qolo walba maarta yani waliba inta samayso ramadaanka carabtuna waa yaqaan sida sayid qutub markii aan ka fahmi doonaa asaga laftiis marka wax weeyaan ayaa xaafadaha qaybsanaya habeenba qolo oo maarta quraankii baa barakeysigaas ayaa loo yaqaan iyo in lagu dhaartay iyo waxyaala cayntaas laakiin xukum ahaan wadid oo nuugu fadhiyey ما جري فعلا ما جري ما حصوصته مركي المارتي كتابك وابالو اللي سكوت هارين جري ولكن مركا ضي ومارتي بهالكي محوها ابل حرجو الأورين جري على مركا أيال جري مارتي مدها وحبال اللي سكوها يصير هارا اللي كل هارا اللي ويه مركا سحوقا مدها وكبر وارتي بلايا كل عضو مغلم مركا سا adiga markaasu mid ba kale ku yiri walaalkiisa ay markaas wuxuu ku yiri balaayo ku aragtay buu yiri mid yar oo afgeli soo anigu afka geli karo oo hashiisi uga soo noqdo markii waxa la dhigi jiray waa dhaartay markaasu kadib wuxuu dhigi jiray mad madoob way soo kare waxna waxaad garanaysaa yani macna kitaabkan oo yani la yiraahdo kitaabka hal lagu dhaqmo oo ma uusan jirin marka kitaabkan in annaga nala soo dejiyay oo annaga nala hadlaayo sida wiilkaas maxamed uu sheegay uu yiri maarta kitaabkan si taariikh laga soo tagay camal loo akhrinayo in kitaabkan annaga uu nala hadlaayo nala soo dejiyay shin maxamed macallina horta ka balan allah yarhamu asaguna ninkan uu ka bartay sida taathiirka ninka taathiirka ku sameeyay ninkan uu ahaa شيخ محمد مركوان كهالي دوانا ماتي أذهبك حتى شيخ محمد يكسوها أو كسو بحي قابك أي مركز أي أهايه وكهالي دوانا وحيالها مارتي أن كهالي دوانا كمت مركا أرنتا أن لغا سومالي هالكاس أيان جوغن مركا وذات كاس كهر إيا وذات كاس كهر سيقونا سيقا بمارتي خنتي كتابيه سبعناه وحوي شيخ مركو وكيمد أذهر كيمد وصومالي ييمد أيا محاد جرتي لمن أو أيون أزهريين أو لكن حقنا أروح نأها أو وذا الأورنجي بهالك محمد شيخ عبد الغني وقادينها أو وزارة الجوعي وزارة المارت بهالك محي الدين والأوقاف هالأورنجي أي جوعين مركز أو شغالك أهاي لكن ما دام حقا أروح أهاي رابطة العالم إلى رابطة العالم الإسلامي إلى دين رابطة إلا دي جرى أمالي رابطة الإسلام إلا دي جرى أمالي وغلات كسي قبل الشيء محمد حاجي يوسف حتى أو كمدها الله إلهي ما يرتيها عافية أساسا كوغاي نسوه جيرانا كوغاي مركا دو على كل حال لمن كاسا مركا وحي كانين إخوان كونا مركا مصر ويرها ولا عيرسان يي ومارتي الحكومة يي واللين يي وملايين الرقو سمين يي لكن كتبتو دي يافافتي كتبتو دي مركا كانين مكتبي مركا كسمايين وزارد مكتبات اي كسمايين وكتبه اخوانك ابدا ايا شيخ ومركا وكفائي دي سجل مكتبته بهي هلكاس ومركا كهل يا اسونا تاثير كالكاس وكه اي وقت يا اسو ازهر جوغي وقت اخوانك العيرسن يو لا ديبايي ولا خيدخيدايو لا ديلاي هي مركا هلكاس ايان مركا ان هلكان كو جوجينايا هلكاس كو جوجينايا meesha kale marka wax weeyaan nimankan marka waxa jirtay masar lefteedu say ahay waxay ahayd nagama roonayn oo saas oo kale to quraankaas waa la akhrin jiray sagaa ba sheegaya dif kitab li yiraahdo tiflun fil qarya tiflun min al qarya oo asagu qoro asaga iska sheekeynayo aad ku fahmaysa ramadaanka iyo sida maartay laga yeeli jir sida anaga halkaan ka yeeli jirnay ayuuna halka ka yeeli jiray waxa ku soo haray marka jawiga bay asar kaan ku soo haray may jawiga guud aan ku harmoor jawigu wuxuu ahaa niman hadda isticmaal haysto oo haysan jiray laga soo bilaabo 1882 iyo labadii aan masar la qabsaday meesha anaga ay ka qabsadeen 84
والله بس أنا كده بي مركا أسوي مركا وحويا وحو لا شيء بارت إلى كوني سقال بقول يو لحدي مالها كوا سقال شيء جاي وأركا لكن لحدي يو رشة سق مركا يعني وحيالا مركا ثورة ده هو مركا عجرة وكل سو الله سو كل ما سو ولي بيج والله سو كل مثول العربية مثل جرا هذا أو كوني سقال بقول سقال بارك إنه سقال يطبعن كي أي دعدي مركا استعمال دير الكاسنا ووجي استعمار كي مركا وامل وحاكل يتو جرتي لبا قولو او ايغونا نيمان كان او غربيغا كسودا ايا جيري او نيمان شيعيين لا يراهدو او بالكي مخاي اهد الهي با ان رومايسنين او الهي با ادونكي كترتلو اله ما جيرو ما اد باد اديدونا وا نولوشلو وا واخ ويهيان وا وا ما دواي بلايه مدوب ايان دو نيمان كي ان كهد لايو مارت علمانيين تمر كان كهد لاي اي مارت ايو اهايين قيادته وهايين ماشي مركز شعيدي وامل أو كارل ماركس يو مارتي أنجلس يو بلايين مدو يلينين يو أو تضوي طبعاً كي روش كقصدي بلايين على سورن أيه جشتي مركز بلايين على سو أولي من مصاري ذا تأثير كل هاي تسوت وحويان شعيدة وحي كك عن رأس مالية دو ماشي أي كبر ضو ضتكنا أي آد للك ويالين أو مساكين أي دتك وبنيه مصر رصاصة هاي ما لازم كك على مرك آدي تأثير مرك ماشاس أقولها وخطرة وحتى أسيق لفتي سمر أو كسيتي ما دام أي كون أي حولا أي بدك قدامين مارتي كلا أو كلاس ماليين تاهر قلبات كلا أي قدامين حوجة أو قريمة هي مرك عقاد بقى كعليا اللي هذا ودم كان حمان تود أشياء وأسيق مارتي بالكي أستاذ كي ساعة مرك نمنا مرك هالكاسية هاي كون رأس ماليين تانا يون أمريكا أرداي كوا كلو المذاهب كلو أو باص وخطرة أو كوا مارتي يعني فروي يو مارتي بلايين مدو أو مارتي أو كوي أو لها مارتي بني آدم كدان يير وكي مد يو قشن كاسو نوابوح قشن كاسو نوابوح وفروي دواكي مارتي جنسي يو بلايين يو بختي كان قرن كاهو ناقها يعني أدون بني آدم وحوكوسة ميسين يهي شهو كسة ميسين يهي وشهواني واي ونينك يري واي كان كلا أمارت داروين نوانين كير دانييران كنن دانييران كنن ودوا كله مرك وحاسو لنا قشن كاسة أي أمارت أصاحب كبو حي خاصة مصر عوليس كل سعر هاي وين وحلا جبدلو وحتى أزهر كيلو سامي وحتى أزهر كي وحد كسر بحر وحد أركيسة وحد كسر محارم ديمقراطية اللي يرأي وحاسو نواجرين وبلايد قشن كا وقرم كا مركزو وحد بس أزهر كسر بحر لمن مارت أكسب حي يجون أزهريين أو فيني نك اللي يراه ذو نك اللي يراه ذو مارت نيل يراه هذا على عبد الرزاق نيل اللي يراه وهو يري وهو قرأ كتاب اللي يراه ذو الإسلام وأصول الحكم محوير مارك وحوير النبي يقول دولة ما بديسين كوي رئيس دولة الإسلام بديس سحابة ذا كوي اجتهادي نبي يقول الدولة ما بديسين بولا هذا وال رديس في عن لور ردي وحتى أزهر وافص ليه هو اللي بدرجة دي أي سيين كقاتل أو مارتن كسول إلى كتب وكسور نقض اللي له، وحكرا تجير خالد محمد خالد سجن من هنا نبدأ وحلا يراه وأخري، أولي الديمقراطية ده مارتي صح، وحاس قشن كاهو أنا الجو، ومعنى أثر كي حتى سامي، ومركز ضد كي وحويان مارت ضد إنهزاميين هو، أو مارتي يعني حضارة دي غربي كانت كؤت كت أثر حتى نكل يراهدو نكل يراهدو مستقبل الثقافة المصرية نيك اللي يراه ذو طه حسين مدلي يراه ذو وعميد الأدب المارتي العربي الأوريجيني وكتاب تقرأه يرى أنا جمرت هترت يا كتر سنة ولا وين الغرب جرعنوا يرى كل جنا هذا مصر نهاي غرب يا كتر سنة ولا هل كاس وين الأدب يرى حتى أرد يدا وين أقعد إنه يرى حنت يدا يسنت يدا وين أقعد إنه بل هي ذا أنا أقول ما مركم ماشي جرت بل هي ذا مركم ماشي جرت وخطر كأ أيها وحكى صور الأحباء إن ما كان إخوان المسلمين كل يرى من حسن البنا الأورنجي هدي عن مقلة يكوع المانيين وأولمبيين وكي يميد بلبية كلها وعلى يابلو مرك حسن البنا مرك إن كاسر إن ما كان إخوان كارسي أو دولة إسلام إنه سوء عليا أو بمعنى وحكى 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 هو الرئيسة دولة دي مرك إسلام ك بهالك خلافة دي إسلام ك اللي ممكن عثمانيين تها أيها مركز لا أعصبيد ولا بربوري كن يسقال بقول يأفر يلا باتنكي على جت خلصيني من كاس دولة دي إسلام كذا هو نيت
وإسلام كوردن أي مارتي مارتي قاشان كو أي آل بربورية مر مركا غرب بيجي يوم مركا ودولل كي إسلام كي قفصدي أو وحلا يلا هذا ال بهالك محوها غزو الفكري لو كسو سمي مد أيضا هي مد فكرة ذات مركا يعني بقصو الدول المسلمين مركا سا دين تي ولا أصوص أصوصها الربعين اللي بربورية ما يقول بشوفها الغفراية ما يقول بشوفها الغفراية ضد كي مركا ضد المسلمين تا مركا واحد كنيكي يقول رونا يا دفاع قال ضعيفة الجهاد كي بقى للنقدية زواج كي يا للنقدية ده مارتي بهالك محيه هاد نبي جمارتي زواج كي سيا على الدوري مارتي يعني واحد عاية هاد ده ركض وضيع بس مين كان مركا وحويان واركض وانا سينا ماش تأثير كيسي جو يا سا مركا جري هالكاس خطر كا جو يا سا جري مركا خطر كا نمك مركا إخوان كاها أيام مركي العركي هذانا أيجي يا مركا وحويا ولا لدري وذات كي مارت ما تحدوها ولا دلي أيجي حبسي هذا الغوري ولا لاي ملايم مذو الوسمي مركا أيك وحد دقاق هو إسلام هو معنى لنا أيجي كجير مشكلة داسا مركا العرب هل كاس هل كاس كجير مركا أنت مركا فير إنه أنا جا مركا أنا صار نقول مركا أنا جم مش كم مركز تأثير كأنا أصلاً نقوله حاجة مش تأثير مش وكذا عايز مش مركز حاجة سيء هذا واساس هل كأنا أصلاً نقوله يا مدام أنا مارت أنا جا تأثير كأو نقولها أيام أصلاً نقولها يا وحوي يعني الشيخ محمد معلم مركز ونويمت ووحو نبري كتاب كقرآن كأ إن أسجى ومجرد أو أفكار كلا لسعونين إنه نوع آخريو كتاب كقرآن كأو سوق هذا أول واحد جري الكتاب اللي جرى الجلالين أيها جري ومارت الجلالين كمعناه حلو جدا سيوط يولا المحل الأورنج جري ومننا أول كفصيلين مننا آخر لكن سكون نوعة واسكملها هي كتاب كاسع اللي جري أسوقه أما مارت الميل وإعرابها هي ميل ومارت قراءات كده وشيقة هي ميل ولفظي أو فصيلها هي أنت سكلية على الدين يا مر كتاب كي مر كتاب كي القرآن كان تسوقاتي كلي ومارتي وحو ونغدسي انو يرا هذا كتاب كان انغا نلو سدجيي انغا ونغا ربا ان هير جلينو انغا ونلا هدل هيا هلكاسو مارتي وركنو وودات كان كيمي اصل كيس وهدي وحويان كتابك سو وحو كبلابيا ظلال الجرا ظلال اسو ادبي وهواسكا وكذلك شي دونا ان شاء الله تعالى ظلال القران يعني هوسكي قران مركز وحو لي هوسكي قران كي نيكي نيكي كنو على هذا نيكي كونوا على هذه مارة بهالك محوها نلول مور نلول عجيبه وكونوا راني ها شيء عجيبه وهالله تدي يوم مركب وذاتك إنه نقول طبقه أو كان واحد إنه مركب نبرارجيه وحي هاي لبداس وذا ريح وهكذا يتوجر توذاتك مركب نلا كحري وضجالك الغوخ هذا الله أركي ماشي تورد أسعتي لا تورد أكتوبر أيدنا أي خلدي مصر oo ayagana inta sawiradu ka dhacday waa gadaalanka sheegi doonaa sawiradaas ay maartay bahalkii maxayayday arintii jiri jirtay ay wax ka bedeshay oo qoladii shuuciyadii xageedii ay u badatay anagana sidoo kale sawiradu meeshii ka dhacday markaas sidoo kale hanti wadaag iyo kuwaas oo ishtiraakiyo u bixiyeen waa Soomaali ah Soomaaliyeey laakiin waa islaayadii waa isla shuuciyadii waa halkaas laga baxay markaa waato maartay anagana xageeyaga quraankii la yiri waa maartay boqolkii waa kontum waa mansuukh waa halkii maxay ahayd dhalkii dhalkii maal dimajro waxa si marti la yiri wadaadkii markaa asagana markaa meeshaas uu mowqif khatar uu istaagay sheekh maxamed macallinkii oo wadaadkaasna taasiirka uu leeyahay mowqif khatar uu istaagay oo ah kitaab kaan ayaa sax ah waxa maxamed siyaad baradhahay maartay wadaad xumo markuu fasirahay oo wuxuu yiri wadaad xumo waxa la yiraahdaa ninka maalintii waxaan dhisla habeenki duminay waa tafsiirkiisi waa tafsiirkiisi waa saasa markaa ayaa halkaan ka jirtay aniga markaa dhankaas buu dhiga saameeyay sheekh maxamed cali jazaahullahu khayr waxa kale to jirtay suuciyadii markay timid sheekhiina la xiray sheekhiina la xiray ayaa markaa waxa dhacday kitaabihiisi yaana soo galay markaa kutubihiisi yaana soo galay waxaan markaa suuciyadii aan kula dirirnay oo ku hor istaagnay waxa weeyaan ninkaas iktubtiisa waa ha khaasatan saddex kitaab afar kitaab ugu khatarsanayd afar kitaab ugu khatarsanayd oo waxa weeyaan kala yiraahdo tafsiirka oo maartay bahalkii
inkastoo haddeed culimada intooda badan ay yiraahdeen waa tawjiih tafsiir ma aha, sida tafsiirka caalimka loo yaqaanay ma uusan u hadlin asaga, waa ka sheekayn doonaa asagana markiisa. marka laakiin kitaabkaasu marka wuxuu ka hadlayaa yacni wadciga adduunka ka jira iyo qaabkii aad u qaabili lahayd buu uu ka hadlahayaa. marka wuxuu la hadlahayaa dadka xarakaadka islaamiga ah ayuu la hadlahayaa, oo yacni waxaa la yidhaha tafsiir xaraki baa la dhahaa, tafsiir xaraki baa la yidhaha, yani xarakaadka islaamiga ah ayuu la hadlahayaa, tawjiihinayaa jaahiliye wax la yidhaha waa ka hadli doonaaye oo uu tusahayaa, markaasu qaabkay ula dhaqmi lahaayeen uu tusahayaa. waxa kaleeto la yidhi kitaab kaloo asagana asaga maalki muxuu ahaa kitaabkii ugu dambeeyey lahayd mucaalim fi ariiq, oo 12 baab ka kooban, oo kitaab yar buu kutayb yar buu, laakiin waa kitaabka la yidhaha saa ugu khatarsan kutubihiisa. waxaa kaleeto jirtay kitaab la yidhaha almustaqbal li hada diin, yani mustaqbalka diintaana iskale, bal fiiri meesha khatarkeeda, mustaqbalka waxaa le meesha niman kaanu ileyhi dimuqraadiya iskale, isagu wuxuu yidhi kitaabkan qur-aanka iyo maarata diintan islaamka ayaa mustaqbalka isle, xadaaradan waa burburtay u dhahaya waqtiga oo reer galbeedka waa burburtay u dhahay, wax burburay waay, waa ka sheekayn doonaa markii aan asaga aan usoo noqonno asaga. laakiin taasiirka anaga nuhaya sheegaya kitaab kale waxaa jira la yidhi hada diin oo diinta marka qaabka ay u dhaqamayso iyo siday u hadlayso iyo maarata meesha qofka meesha ay ka saameynayso iyo siday u wado iyo caalamka meesha u wado uu kaga hadlayo. iyo marka afartaas kitaab hada diin almustaqbal li hada diin macaalim fi ariiq oo meesha siyaad qaabka aad u mari lahayd uu ku sheegayo iyo tafsiirkaanu fikraddiisii oo dhan oo dul saaray. kutubo kale waa jiraan laakiin afartaas kitaaba markaas aan lahayn. nimanka marka shuuciyada waxaan uga hortagnay oo aan ku hor istaagnay oo aan ku runtii la dhihi karo waan ku jebin waxay ahayd ninkaasay ahayd, sababtu waxa weeyaan weli si aad u fahamtaan waxaa jiray oo nooga soo horreeyey nin kale yiraah sheekh Nuur Cali Culow oo kitaabkan bahalki kitaabka waxyaalahan caqiidada towxiidka towxiidul uluhiyada iyo towxiid alasbaab wasifaatkaba ay iskaga fiicnaayeen qoladan maarata salafiyiinta ahay aan nooga soo horreeyey. laakiin maadaama nimankan maarata maxaa Cabdulwahaabku uu ka horreeyey nimankan gaalada waddanka intay qabsadeen oo ka horreeyo oo maarata arrintaas uusan ka hadlin, ee arrinta uu ka hadlayaa ay tahay arrin daakhili ah oo muslimiinta khaladaadkii ka dhacay xaqa caqiidada ahaa ayuu wadaadkaas uu ka hadlahayaa una baray jazaahu llahu khayran, dadka aada loo saameeyuu ku jira saxiix waa. marka ninkaas marka qoladaasu marka ma aysa lahayn nimanka reer galbeedka ah iyo isticmaarkii iyo xadaaradooda war maaratay aadna taasiir kuma laha. raggan dambe oo maaratay qoladan ka faa'iidaystay reer qutubka ka faa'iidaystay oo safar alxawaali iyo nimankan maaratay bahalki maxay ahayd maaratay xamed alfaqiihi iyo nimankaas dhalinyaradahoo dambe oo hadda maaratay haddana lala dirirayo oo hadda la xirxirayo arkayseen nimankaas qoladan ku ta'asuray oo maxamed qutub oo meeshan macalinka ah sacuudiga iyo maaratay sayid qutub oo maaratay arrintaas maaratay isagoo aada iyo aada culays u saaray ayaa maaratay maahane nimankan marka salafiyiinta ma aysa lahayn muqaawamadaas ma aysan gelin mana lahayn ta'siirna kuma lahayn, bal waxaa jirtoo la yaabi jirnay waxa weeyaan dowladdii oon anagii maaratay aan waxoodii niqaashayno oo aan maaratay furfurayno oo aan maaratay ka hadlayno oo maaratay bahalkii xijaabkii aan gabdhihii barayno ayaa oo maaratay bahalkii iskuulaadkii aan u dhacnay oo ciidamadii aan u dhacnay oo meel walba dadkii aan baraarujinay ayaa waxaa dhacday. Sheekh Nuur Cali Culow Allah yarxamuhu ayaan waxaan u tegay wareedhe sheekhu ma gabdhahaaga maaratay maa xijaabtidan ku iri, markaasuu yidhi sheekhu iskool ay dhigtaan oo dhahay, bimacnaa maadaama iskool dhigtaan yacni lama xijaabi karo. waxaa kaleeto jirtay wadaad xirkiisa ahaa oo aniga lafteyda sheekha xirkiisa waa kuwaan ka mid ahaaye, laakiin waxa weeyaan wadaad xirkiisa ahaa yuu sheekh Maxamed Xuseen gaalkacyo la oran jiray oo qoladan leelka saha ahaa ayaa gabdho kuwiisa ahaa, marka gabdhihii aan xijaabka barnay ka mid ahaa gabdhihii la dirir bal wax la yaab lawa gabdhihii la dirir, markaasaan ta u tegaan war gabdhaha maxaa ka rabta, markaasuu leeyahay ma anagu ma dowladan la dirirayna dowladan la dirir karna anag, markaasaan war waaba ka adkaanay
وربما كانت كانوا يقولوا كان لنا محاكم ولا عنها هاي وانا قوي انا مالتي دينتي مال والله ما فعلت قبليه مالتي سكول كيك حجابي ما حق قبلها قالوا خاص كل حق قبلها سلوجي مركب وحيالها مركب ما كان مركب مقاومه ذا ما اي سلاحين مقاومه ذا ما اي سلاحين مركب ان رجع مركب او رنتي ولد السعودي واركي دونا مركب يعني خلافات كتجوجن مركب اصلا اركي دونا كيس كم مركز وذات كانوا لبضا ميراد ونجا أم صعي وخطر كأها هالكاسي هيد بمعنى كتاب كان إنه أن نجنا لوس ودجي كتاب كان إنه مقاومة وذكية هي الارتباه كمحي هيد نجاة كلية ماشي كلية هم أنت اللي جبت بادي كره وأدون يا آخر اللي جبت بادي كره وحيالها قالوا وذات اللوجه هرتي كره ومرت وليبة سيه جومي و دفاعي أهين سيدي ولا ددي كله و دفاع أهين هجومي أيون نبراي مر إنا مركا وحي جري مركا إنا نكهر تقنون هجومنا أنك و مارتي يعني حتى مارتي بالفيريا أكاد ميجي مركي أنقلني أكاد مي واحد جرتي حلنا كوريس حلنا مركا أنقلني وحنا رأيو صلاة دي نولو دي دي حوغا أنك و مارتي سيدا أن أسيقا بكشي قدونه حوغا ثوردا وحكاس بسمد الكوارن هو حويان آدي أنور من إسبدل أنا قوم من إسبدل في عني نوجيني أنا حلا نقل لي أردت يقول رسالة هاي مركز سلاة ديبا من الله كرات بريلا مركز دقال وين وخط لها مركز ماشي أسكال عيور فنتي الحمد لله إلهي نقولي أو مارتي أنا قوم مركز عن مارتي أو أها مارتي بعيسي أكادي من مركز قال لنا حتى وحويان وعيا مارتي سلاة دي أنا الله كرات بريلا أفر بروضة محرنا سلاة دي كلي وأكاديميجي، أم كستو مالتينا الدروس تكقد جلي جري، هبين كينا وحرنانج، وحبسي أن مارتي أن كو يجي، أفر بلاه، إن كستو مركي دم مارتي أن كات كذا يوم مارتي لا مهديس أن وقت كذا، وحتى مركي دم مارتي لا قدرت كستو مالي ده واسكا ومسلمين مارتي قفكم مرتي شيء قشدو واحد جيب وواي، واحد سهل ما، واحد سهل ما، مسلمان هاي واحد سهل ما، وحنا أهل السنة هاي واحد سهل ما. وحوية مركز دجالك هو كوسة لنا يا مركز هو كسة لنا يا مركي مارت قف كانوا وسعقيدة ده بكور قبين أو سلاحين معناه وروحان أتشيجتي مطها وواحد واحد سهل لنا واي إن مارت كبر الجسد ترى وحان أتشيجني سيد وحان واي سان واي أديكونا سان عطا مركز دمي بمارت كادي وحي إيرادين مارت بالك الجمعة ده هنا أيضا كأنت إيسو أوروليان إيرادان مارت ومحاضرة مركز دمجة أفر بلاد مركز محيرنا كده مركز أسواي مقاومة ذا مركز وحويان مقاومة ذا أو خطر كأهي أو أن مارتي إلى هذا مارتي جرته نك مارتي أو ضدك يعني جلسيا نك أسواي إلى هذا إلى هذا نمك هيك البيت كواحد لها واحد هو ميرابه ميراب وحوانين أو مارتي ثورة الفرنسية بالك شيخ وديبوا ثورة الفرنسية شيخ وديبوا يعني خطيب كوديبوا نرك واحد إلى هذا نك هو ميرابه إسلاميين توايدها ها ميرابي إسلاميين توايدها مركا حقا مركا واساس واي حقا كلي مركي عن مارتي عن فيرنو وحقي مارتي مصر آن آدنو نين كانوا مركا واحد عدي عن نصيقي وحير مركا عن كسو شيكي وحير عن مركا كسو شيكي وحويان نين كانوا وحو كل شيء تولو أو مارتي ماشين أسيوب كلي إله هذا وصيوطو ماشي وكي يميد أيو كل شيء موش علي إله مركا مركي دمو مارتي ابتدائي كبا حي قاهرة وتجي قاهرة ومركي وكرجة لسكول كسرة كدي بجامعة عضو وقبا حي كدي بارتي لبدي كون يسقال بقولي يصدني يو يصد حدي كدي مركي نين كان مركو حكبا حي أديبه أديبه كبا أنا قلت إذا ماشي كلو يقصها مية وحاجة صواي أنا قلت إذا أديب أنا ها مركو حويان يعني سواحنا دو تقانين مارتي مارت سوغانتي وحاس ما قال وعبت قانين مركا إذا بان أها مركا أنا قلت إذا هالكاس لنكاس وسامين كلي يجلي هاي ما دام إذا بسوني إذا بوها مركا تأثير بدن ومركا وكسم يجي قبل يال بدن ولي هاي كتبه وكقرة إلى هير وح قارين نقدي هير نقدي أو أيدي مارت أو مارت قاب 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 كي يقول سنت هاي إنه كبدلو مشكلة إنسى الوح وسكها مارت أو آدي آدي جريء هو ديري بدن وها مركا لكن ثقافة دي مركي أو قلاي أيا أدو وحو أسرهان أسرة وناكسن الدين يو كسو أساس مي
oo usra fiican oo xataa meelahaas waa iskaga eegnahay ayuu kasoo asaasmay oo laakiin tuulo joog markii magaaladii iyo maartay thaqaafadii reer galbeedka uu soo galay xoogaa marka waxaa uga dhacay dhibaato uga dhacday walow ana halkaas aan ka roonay dhibaato uga dhacday marka aadu marka nimankan waxa uu deynta akhriyay suu wuxuu leeyahay markuu ka hadlayo kitaabkiisa Mucaalim fi Dariiqa uleeyahay ogow ninka kula hadlaya waa nin 40 sano nimankan xadaaradooda akhriyayuu yiri khasaarana aan ka joogin sababta waxoodu dhamaan soo ogaaday ha marka wax weeyaan markaas waxaa la yiraahdaa waqtigaasi yaani xogaa waxaa ku dhacay nooc oo inxiraaf fikri ah ayaa ku dhacay oo marka inuu shuuciyada ku dhacay uu uga baqayay caqaad oo ustaadkiisii ahaa oo maartay riyaasagu naftiisa xogaa nooc cilmiyani iska ahaa reer galbeedkana ku taasufsanaa laakiin adib ah kaatib ah iyo xataa islaamka difaaca laakiin nooc difaaci awal oo difaaca ay ku jiraan laakiin asaga iyo raafici iyo nimankaas oo dhan taasay ahaayeen marka nimankii xisaabtii iyo xataa xisbi qofti niman loo oran jiray ayakana maartay iska cilmaaniyiin iska ahaa ayuu ku biiray oo wax badan la socday markii dambe awaan axsaabtii oo dhan wuu nacmay adiga mar dambe markii bilgi yani cajiibta fiiri yar yaraantii quraanka ku xafiday laakiin rintan oo dhan soo socday ayuu edabkii markii uu maartay bahalkii oo xataa raggoodii uu naqdinayo oo naaqid noqday xataa mar waxaa jirtay mar oo xaflad qoladii thawraddu intay yiraahdeen u sameeyneena xogaa markaas way rabeen iyagaana kadib dil doone ayaa marka waxaa dhacday nin taas sidee loo oran jiray ninkaas aan sheegayo balaayadaas oo reer galbeednimada dadka ku ebteleeyay oo xataa thaqaafadii masaarida halkaas u leexiyay ninkaasa marka meeshii joogay marka hadal yaa dhuu yiri meel wasay ka hadlay wuxuu yiri waa nin mithaali ah oo caniidna arun mithaali waxaa laga jeedaa waa dadka aad maartay yacni wanaaga sare raba waay oo wax wanaagsan uu jecelu ka wada mucaanidna ahoo waxa weeye caniidna ahoo maartay ku adag maartay ku hal adag oo dadkii waa naqdinaya isagu xataa naqdiyey caqaadu naqdiyey dadkii maartay meeshii joogo dhan oo maartay yacni nin aad iyo aad dhiiran u ahaa labiqna ahu xagga maartay yani edabkana aad iyo aad maartay ilaahay inuu u baray alfaadiisa aad la yaabaysa markaasuu halkaas marka edabkiiya markau laxow la aaday qur-aankii wax la yaab la waay qur-aanku khatar waay marka edabkiiya wuxuu la aaday qur-aanku bal wuxuu yiri bal qur-aankii halkaas la aaday waaka kitaabkan oo kitaab maartay bahalkii muxuu ahaa ataswiiru lfani fi lqur-aan kitaab la yiraahdo ayuu sameeyey haddana wuxuu sameeyey mid la yiraahdo mashaahid alqiyaama fi lqur-aan yacni taswiirka macnaha waxa weeyaan suureynta oo macnaha shayga macnawiga la suureeyo qur-aanku inuu khatar ku yahay buu sheegaya waxna waa ka jira rag waa ku qaqabsadaan laakiin aniga runtii waa ku waafaqsana ilaa edebaan islana waa aqaana macnaha uu ka hadlayay siduu u hadlayay qaabkiisa waa garanay oo maaratay saas ayaa jira markaasaa marka halkaas markuu joogo oo marka yacni edabkiiyaa qur-aankii usoo leexiyey waxaan arkayay nin oo rimon farin la yiraahdo kuweyt jooga oo americana ayaa wuxuu yiri masar wuxuu u yimid carabiga inuu barto nin oo dee waxa weeyaan isagu brofesora isagoo soo marka carabigii uu u baranayay shicri ljaahiligiiyo uu yiri waan u bartay shicri ljaahiligiiya qur-aankii la aaday qur-aankii uu la aaday qur-aankii marka uu la aaday ninkii waa islaamay hadda isagu kuweydu joogaa isagoo muslimo oo maaratay luga alcarabiya oo camiid ka yihi marka waxyaalaha marka qur-aanku saasuu cajiib u leeyahy ninkii marka qur-aankii aa markii hore edeb ahaan u galay ayaa ta'thiir ku sameeyey waxaa kaloo dhacday marka ta'thiirkii kale oo siyaasiga ahayo markii jiray oo shuuciyadii iyo ra'simaaliyadii oo maaratay markaas dadka oo masaarida xukumahayay ay ra'simaaliyiintaas u badnaayeen dadkuna ay dad maaratay sacaaliigahoo aada u hooseeya oo mujtamaci u baaba'san yahay ah ayuu haddana wuxuu qoray kitaab la yiraahdo alcadaala alijtimaaciya fi lislaam halkaas kitaabkaas ayaa marka si islaami ah oo xukunka iyo siyaasadda halkaasuu ka bilowday alcadaala alijtimaaciya kitaabkaas markaasuu haddana fi lislaam markaasuu haddana wuxuu ku daray
كتاب كانوا اللي جرا ما مركز سوى هالكاد جوجا أيا أمريكا الله دير هو حال الربيع بالمنهج ك منهج كتعليمي أو وزارة تعليم تعليم معارفة مركز الأورنجري أو كمدها مركز إيرادين مركز إن كان وادي آد عبقري وآه إيرادين بروح هذا ياشا أرض مارت إني مركز إنت نو آدي بالوحي أن كفى إذا سن كان منهج كود أن كفى إذا سن لبس لكم مغنى لما دي سنة مركز محال عاي لما دي سنة واحد عادي لبا أريمود خطر مد وحوي مجتمع أمريكان كوب دح جلي دح جلي دح جلي لوستنه وجوجا وين أدي أد مارت يعني مارت ومسكح فرن نمن كيو دح جلي ما أيه كنا وحي ربين حوجا هنا تفكير كيس اللي بدلان بهالكي مارت تعلينا هنا وقف عيد يستا أسيج مارك نمن كيو دح جلي نمن كيو مارك ودح جلي وحو كقري حتى كتاب كدي بأي أي باب أي مارت لا 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 جوبي أو الأورنجي أمريكا الله يطير أي أمريكا دي أنا أركي مركو حلاي هاي وحي جارين بوي الحق ما دده مركل يلا هذا ماتيريال هان قمة جارين وين لكن إنسانية ده وحي حتى دتك بدائق هاي ودم أو ما عالم كوكسوب باللودي ويكهو سيانو حق ما تقيم كيو يعقيدة يو عقلية يو ما تي ويكهو سيانو لكن ما دده وحي الأركي تجي أركي تجينو مركو واحد حسوس تويل لأن مارت صاحبه هينو وسكومير أن كوبا ذو جنو عيدا كنت تجلي راش يتجي أيام ورقة يسدر درجين مركز وحوي يري ولا له مجتمع واحد تجو يري ما دد حق يدنا ماتيريال أهان عرك تجي لا إنسان يدنا وحوي يري ماش وهو سيسجوج واحد وركي الوا سيسوا فقين سومارت وراش يا أمريكا وان سيسوا فقين مركزو أصله مركز ماشي يجوج أوداتك إخوانك أو كل جود بهذا وحمار تلاقيه كر إسلام اتجاهي سيلين حتى أزهرك أيا للدليل مركز وحير أدون كيو لن أفرحه قبسته ير جرائك هديتها إذا عادك هديتها كنائسدي هديتها مارت سو مال والبا وروامح وحسانة الوقف حفلة ذينية مركز وحير هذين ونك وخطر سنة أو نو خطر سنة أيّا مصر الجديد أو واكي حسن البنا نيلاوة وإخوان المسلمين كمارتي مدحوها ماشاس ومرك أصيقنا عقلية دي سي إيو أركي إيو مارتي هالكاس ومرك إسبدل حد فردته وكيين مرك مرك وصول نقضي وهدنا وحو قورة كتاب لجيلها معركة ال... ها معركة الرأس معركة ال... الإسلام ومعركة ال... الرأسمالية ساس وكلم ها يعني دتك رأس الماليين تا من كان أو بالك محوها كابيتال إيكونوميكا واحد أي دهان بالك متاليستها واحد دهان وكل نقديناي أولنا كي هرنا شعوري وكل نقدي وعدالة اجتماعية في الإسلام كاس شعوري وكل نقدي كل رأس يدي بريد وكل نقدي هل كاس مركي تهاي أيام مركي واحد عادين من كي ثورد السماين خبي أو مارتي الضباط الأحرار الأورنجري مار سراكيشي حرطة أهي لأورنجري أيام مركة نمانكي يا مركة أحوغا صودون تينيكي مركة كتاب كاس العدالة الاجتماعية أو أركي أي صودون تينيكي أيام مركة مدو وحقوقها مركة لغا صوب بالعباد يدي اللبي مركة مركة كوبيو كونتنكي إلى بهالكي محاية هيد سدح إيو كونتنكي أيام مركة لسعود هو كواس مركه وان لها مارتي ماشي اي حفله دوقو قبتين اي كو كرامين ايين سي شيغه هيان ايا نيكو ليراهدو طه حسين وكيري وحويان وانا مثالي وانا عنيد ماشي وكيري وان هبين كاسا مركه وحا دعدي نيمانا مر وروحان مارتي بالكي ما فضوديس د خوغا نقديغا نين اد ثوريو هايو اد نقديغا او ادق مركاسو وحو يرو ورانو حتى دل و و و وحو يرو و صوره قلب الا يدلو جمال عبد الناصر مرك ميش جوغي ايا انت سو بودو يري ما يبو يرا انغا نفتيده كو دفاعينا ور كدبنا اسغا دلكي سي صحيح سي دلكي سي صحيح دي لحدن بعد لحدن يا لحدي يا لدل انا ماركي وارك دول مركا ساسو مركا هلكاس ايو مركا نيمان كان كلا قبصد
مركي مركي أفر إيو مارتي سد مالكي محايا كنتون إيو سد حدي أيو مركي نمان كان إخوان كان ست توس أو بير كنتون إيو سد حدي إلى لحدن إيو لحدي هالكاسو نمان كان نمان كاسو كميديا مركي لكن مشكلة دي مشكلة وحاجرتي لعضي أو إخوان كا إيو نمان كان ثوريين تا ثورة دا كان إحدى عضي أو ليجير جماعة عبد الناصر الغبئين لإختياله أيّا جشتي مركز أنا من كي الله حري ولا لاي أسجن ولا حري شن يطمن سلام الله بحكم مركز شن يطمن كاس الله بحكمي هذه يطمن سلام حرنا كدي مركز من العراق مركز هيستيبا وآد وجع الله بي كله الله جمال عبد الناس تو ويميت مركز شو داي هذه واحد بدنا بمجوري وحويان بدير او هذانا بنانك جوغي واحرين مركا حدث كذا عوحو اها جمال عبد الناصر على اغتيال يالي كيس الا سميهو ويجيا سيدا بدنا لو بدن ياي كيس الا سميهو او ايقو اي سميهو وانا يقاني دفكا ان الهي كبقيني ويقانين مارتيني دقرتاس او سميهان دفكا انتي الى هذان حدث هذا عي اي مارك دفكي كوبا نايستان ومع واحس كمعروف هو ها مركب والاحتيال هو حبدا البريدي مركب هو فزي وافش لان طيب مركز من تدريبك سواق بتو خوف كذي سجن مركب والحيل تونسر وعديك حرنا وحيلا مركب ودبد الجوعي لحدن يشنتي أيام مركب هذا الله حيري وحلو حيري مركز دمبة وحوي كتاب هان وقرة هي وتفسير ك وكنتن يلا بدي إلى لحدن يشنتي وتفسير كقر ها أنت سحبسي كجري حبسي ومركز ويجي واسكحنا وسنا مركز سبيتال أولي حبسي وياي أوجو مركز وحاجة فرصة داس حبسي قال له قومه قرادات كأني وحقو قران مركز ساس ومركز فرصة داس وها كتابها عن ومارتي كلنا إسلام حبسي قاس وحقو قرا وإسلامي جا مركز أنت هاس مركز نين كاس مركز واساس واه واساس واه بس مركز ده ما هو حلو جدا ليه وكتابها عن وعرضي ولن يوحي أو منتي يريدو مسلمين تا يعني اوهو قانك او اهايد او دولة اسلام دون هاي سيدي دولة دي اسلام كاللوري دي او مارتي اخوانك واي مارتي كو كاهايين للاين ايو او وحبا مارتي اه لوري بين او دينتي لغو طمان ايو او قلبات كي عقيددو دي لفافين ايو بلا يدا سول لنبا ماركا مياش كسوتي ننكي ماركا وحوايان نمنكي ماركا بين ومو سنفي بين ماركا بنان كودي هو قال لي دونا ان شاء الله تعالى بنان كودي مركه وحيالها ومركه استعمال وحويان مارتي يعني الدين دين تان اسلام كهدا وح لو حكم دهسن ومتفق عليه دين تان اسلام كهدا وح لو حكم الحكم كوس الاسلام نكون دوله دي يضد كيبا مسلم ما هانيان ها مسلم ما هانيا جاهليوي عالم كو حايستا جاهليوي وانا هون وهرون وحلا يقام واي وفي حكم الجاهلية يبغون القرآن كم شيء قال في حكم الجاهلية يبغون بحكم جاهلية دون أيه إن الكفر تهاي وشيء قال يا القرآن كم شيء قال وما الله يحكم عز الله فأولئكم الكافرون ورملها كيس كاس ورملها كيس كاس ورملها مرك وحي ومرك إلى الجاهلية تهاي عالم كين الجاهلية هاي استو إسلام كهدان لسكو حكمنا ماشي أي مارت إسلامي ما جوا جينين وإسلامي ما مارت أي سن مارت دولة نمو إسلام أي سن جيلين و حاس ومركب بنان كذي هل كاس مركي أركيد اتجاهيسة أو قري وأسألنا أولي هاي يعني كلمات كي يجو مركي أن ليج النجا عن كورة مني أي صعناية ورهايو هل كاس وهاي ما شاء الله إسكحيستا جاهليين أتهين إسلام ما يهدين وحات كتهين مال الدين تاني إلهي وهل كاس ومركي نمكي بنان كذي مركو بنان كديجا يجون يجرا هذي بنان كان كديجا بنان كان كديجا معنا ديجا يا بنان سنين وعلى يجرا هذا مركي حكم كي يكون دينا وحى برقية صادر إن كل يجرا هذا فيصل من عبد العزيز كي سعودي حكم هاي مركا ماي مركا سووا سامو صن حاكم هيني وحوها سجعها ذو على كل حال إن كان صادر مركا وحى برقية دي الله كان سي مركر نين كان ورالي جليو كيس كينا وفريو أو نينكي وكان وحيري وحد ياليسا برئي كانوا إلى هاي وركان برئي كانوا
نين كلو دريه وحو يري عاوه وإلى تفلسيو يري سيد إنادش هي رجيسي دور نينو لسعوتي هبين هبين نيما لغفلي مارتي حكمكي وبالك محايا لغفلي صبحية ومركي نينكي برقيان تو دريه ويرواك حما هاي وأن منك يعني منك مارتي علمانيين تاهي وهو يعني وميكابيليين واي يعني خيامة وكل دريه خيامة وكل سو خيامة يفير marka wuxuu yiri inta ninki barqa u diray waa ka xumahay warka ay wuxuu yimid saaka barqadi waa khalawa ninkiina xaalki arintii waa lagu fuliyo dhan ha marka wax yaalahaas marka aad dhacay marka yaalahaas laaysaas marka ninki lagu diray ilaahay qadarkii waa sidoo asagoo maleeynaayee waxa weeyaan markii la dilay aa wixii uu qoray ilaahay xariga ka gooyay marka عالم الإسلامي جمان توحى كسعده أي حركة هذا قلوا أن كنت أثر سنين لما أكو قلوا أول بطيء بيمارة بالك محي وقت أثرين قلوا ده لكن أنا وأنا سلي وقول لي تام وكون كون قد كلا قال كون قد كلا قال سادي عنده يوحي لما دوا إيوه كوا مارة بالك محي تكفير كسمي يعني تكفير وأوش أوش سمي صح واي لكن تكفير كأوسمين تكفير واقع وصح واي لكن أصابه يعني ذاتك وحي لهذان المجتمعي ذاتك لمي ذاتكول ذاتك أفرادي ولم كل سيدو التكفير كوبا أي قبان يكون سادعون تانا نقوى أنكوغا أدير إن كستوى مارتي مارتي ما لها قارب يلها قارب كوضي حوغا استثنائيات قسم إياه لكن سيدو أنكوغا وثاس واي وحتى واني شيء حرم كلفتي سينا يبارك ذاتك أي لهذان لتكم منه مارتي قالوا مركا ديك على كل حال مركا وحلو وحلو جدا عالم الإسلام يجي مركا تأثير آي كوية شان عادي عين قولوا مارتي حق الجهاد كقادتي ومهاجمين ودقالك دقال بوضة قولوا مارتي أيضا حق السياسة كقادتي ومارتي يعني هجوم مارتي سياسي يوضة كوو مارتي بهلك محيه دعوة حق هذا مارتي كتروا مهاجمين وهم ماشي الدفاع كهاجرين أيضا حق دعوة مهاجمين ومارتي حضارة الغربية دي اللي ددومين أيضا وحاسور أما مركا أياك صوبح نكي niki waxa soo dhana ka soo baxay marabiin inaan aad ugu dheeraado maxaan hadda waxaan galahay ee maartay meelaha dadka meelaha lagu haaysto dadka marka qaarna waa hadeed ee waxba uma reeban qaarna wax walba waa u toosinaya samayjeedi laakiin sida saxa wax weeyaan dadkan muslimka ahi nin kasta oo wax weeyaan oo wixii soo dhan wada sax yihiin oo taas loo rumaysan yahay ama loo rumaysto ama warkii soo dhan oo waajib yahay waa rasuulka ka jir tiyaad u fahamtaan waxa soo raaca ijmaaca waxa la yiraahdaa alkitaab kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka waxa soo raaca kuwaas nas ahaana loo qaadanaa nas ahaana loo qaadanaa waxa soo raaca ijmaaca ijmaacul muslimiin dadka muslimiinta waxa isku waafaqsan yihiin oo isku waafaqaan وما حدين خطا ملها وحكى له لما خطا كايمان كره هذو فرد يد مجموع يهاب خطا كايمان كره خطا سمركه وحا لو فيرنايا قابك او يها لو فيرنايا مر مركه وحو نقدا مارته دي وح اسلام كيبا كبحسن او نقدا وسيدي مارتي نمنكي او مارتي الاورنجري جهميه ايو وح اسلام كيبا كبحسن واسلام كيبا ضد كوا ايي لا ايمانايا ولو حويان برنامج على دقاي وسي قلدن كو افسرا ايماناي سيده خوارجتي يو مارت معتزلتي يو ايماناي ومركه كو بدن نوعا مركه اخطاء دا مركه كلا هير سريسا خلا هير سريسا مركه وحا لا يرا هذا يعني قولوا ولبا انت كتابك يا سنده اي 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 اجيران ايا مارتي ايا لا دقاي انت كتابك يسنة اي كوا فقسيهين واسح انت كو خطعانا مستوي هذا لديقاية حقية قارسي سنت هاي ما كفري با ما بدعا ما معصبا هل كاسا مارك آلا ديقاية مارك قابين تا مارك دادك مسلمين تا كتابك الله إلالية او دين تا الله إلالية ساسواي وعلى إلالينا إلهي با مارك إنا نحن نزلنا ذكرة وإنا لو الحافظون مارك حفظي كان حقوق كيمانية رجال وحفظايا رجل لو حفظايه رجل لو حفظايه مرك ما محاي واني مارت عداله يهينه وحويان اني شهداء الا اله هيبه كل شيء
النبي يقول واكو شيء انتم شهداء الله في الارض مركي هو شهداء الرول كواي اي مركي يرى هذا واصح وحويا واصح وحي يرى هذا وخطا وخطا وان وان مركي ارنت اسا مركي جرت اساسا لو الى علينا دين اساسا لو الى علينا دين تو اسكا واسكا الى عشان تا ماها معنى او مركي ددك قاير كود الى كتاب كان الهي وحفظه يا مر هذا هو الرول لكن رجال لو حفظي رجال لو حفظي من علامة رجل وحف ذي أيها إلى أن حرف حرف الله إلى أن يا شغل شغل الله إلى أن يا ما أرد رجل أتاجن قراءة قراءة الله إلى أن يا معنى الله إلى أن يا وح الله إلى أن يا أسلوب كان الله إلى يعني مسيد الله إلى أن ما مليك مركب وح لي علوم القرآن لك علوم الحديث لك حتى قابك الود اللي شناي حتى قابك الود اللي شناي مركب مشاهد وحيالها قطر قهوة قابك الود اللي شناي حتى أي إلى أن وقف والبين وسمش وربي وجيدا قف قلب ماشي وربينه سو جيدان ايام مركه رجا لغا الهالي مركه ولذلك مركه وحوين وحا لو درا الكتاب والسنه على فهم السلف الصالح وحلو له اساس واي يعني ان من كان سو الهاليه الى يوم القيامه انا الهك الى لنا ايو قاب كاي مارت يو الهاليين او يفسرين او يغدقمين وان الى الهالي سيد واي وان الى الهالي واي مرك أوكي خطأ خطأ يساه هذا هو الحساب يا مشو دقة مش مشي أو دقمة لا دقة يا مشو دقمة لا دقة يا مرك هو خطر واي ولذلك مارتي يعني الإمام الشافعي وحيالها الغو ومارتي مارتي عنك كويه هو الغي لالي وحويان وسيدا لود لي شدو قرآنك يحديثك قافك لود لي شدو نكي تأصيلية واي كتاب كسر الرسالة نكي تأصيلية واي وصوشة مرت قف والبا مرت قلو والبا أي مرت بهلك محيط يسي ورقم لهاي أي مرت أي وسميون أنت أصل قلت له هذه شعر تهاي هذه مرت نثر تهاي هذه مرت قواعد تهاي كل لجس يسمي مرك عارف فهم السلف السالح مرك وساس واي معنيه وإنه مرك قف إيراني واي مرك مرك أصدق مرك ثيري ما ماشي مرك حوجا لقها يسته وحال عادي مرك قابك أو أسوه أو أرق ماي أو حكى جيرة قابك أرق ما وحكى جيرة قرآنك مثلاً وحو يري أنا جو حان منهج إيه أهبو رهاي ومنهج كذي بتاي وحو يري خلافك وحي كهرية فيريا خلافك وحي كهرية سيدي النصوص اللي فهم سنة أي أهيد أن 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 أدرك وعلينا ولا ما الوافي عن تاي وحويان يعني الكتاب والسنة ديوان سمو جديد لكن فهم السلف الصالح حقيقتي من مرق ما هاي كوكين العلماء على فهم السلف الصالح وحال عظيم مر الله مركي خلافي ما هذا أيقنا ميلي استاجيان قلوبك خلافك كانت الميلي استاجي قف كان مركي وينه كبرى رقصية هاي ويقانا خلافات كي حد عين وارد عين وقدر اي اهاي لكن قابك اي من كانوا اوجهين اي موقف كاي كقاتين لمن كي سلف الصالح لي هذا وحويا وانه قف كان يقانوا مركا اسغا تاسو كبوده مر تاسو كبوده وحي الخلافك يعني سيدك لو وصحوه الكتاب والسنه صحوه لا يقع حجه صحوه لكن قاب فهمك اي مرك وحي الخلافك وحي كوريي ما سي مركا علم الكلامك يا وحي خلافاتك يا طرق بهلك ما هي ضوائفتي يا وحي او يري وكبوده هي كبوده مركا ديبي او كانت اسغا كبوده داس ديبي او كانت الا وحا ويان فيري لبا ذاتك موقت مركا أد راد قاضي سيد راد كأد قاضي وإنه مارت بهالكي محا ما أد حق كوريكس وقاضي وحقي مارت خلاف كي مركي أرد عي أكس وقاضي أما هو إن الحال كان ماشان أجيوك تك قاضي ذو قدال قدال أرد عدي دوا لابد من دواي لابد مني موسيجي المرك أسيء مركي وحوية الكتاب وصلنا صحوة هالكاس وصحوة لكن فهم السلف الصالحي أيام ماشات كقبضية وحوية قلول بخلاف كذي ماشي لقى 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 عليي أو لقى مارتي لقى لقى أو لقى لقى توسيي أم ماشي كم مقر مرك وحذر كيسان مالها قاركود مرك مالها قاركود أيه كجا هوستي مرك فعلا مالها قاركود كجا هوست أو أذر كيسيد قلوا قلدي خلاف كان طيبة مالها قاركود إنه كوافقه أذر كيسان مالها مرك لجوها هايستو oo dadka qaarna ay aad u bunbuniyaan oo asigida meedba ay saaxada kaga saaraan sida ninka la yiraahdo nimanka la yiraahdo ee madkhaliyinta iyo ama jaamiyinta la yiraahdo ay khadka dhanba kaga saaraan
iyo maartay bahalkii maxay ahayd iyo qolo kale hadda maartay intan kale wanaagsan intan kale wanaagsan yahay inta qaadatay maartay u badiiday maartay khata u diiday bal qaarkood ay meel qalooc la sii galeen sida takfiirka iyo maartay qoladan takfiir wal hijra la yiraahdo iyo ayagu jamaacada muslimiin isu yaqaana iyo kuwan saadicunta hadda maartay aan ilaahnay iyo kuwan ka aga dhow ayakana oo maxamuud nuur iyo duurka la galay ama godka la galay ha ama waraaad sitaan ninkan in muhaajim uu ahaayo sawri ah oo khatara waxyaalaha la yaabo waa maxay nimankan fiiri maalintii ay qaateen fikirkaas ilaa yowmina haada nin lagama xirin nin lagama dilin nin maarta bahalkii maxayeed ninkanna maarta yani xabsigii yani cadaab iyo wuxuu ku dhammaystay iyo dagaal waa nin dagaal waay oo fikirka ku dagaalamayo fikirkii uu ku dagaalamayo ayaguna markau god ay la galeen waxay dhaheen maarata dadkii inay ka dhuuntaan haddana waraa sitaar ay ka soo hadlaan maxay taxaas ha dadkii maarata marka muwaajahaya wixii oo maarata waxa muwaajahay oo dadkii iska celi oo dadka wax bara marki meeshii sas ay ahaan lahayd adood la gashee mar waxaa sax maa marka meelaha lagu haysta marka waxyaalaha laga haysta marka waxaa jira ninka la laba ninaan marka intaan akhriyay wax badan waa ka akhriyay maaragtay laakiin oo sidii badanaaba nin aan aada ugu tacalluqo ahaa aad iyo aad oo weligayba xataa alfaadiisa aan garanayo meeshay timaa meel kale xataan ku arko waa garanay alfaad qaabka u yaqaanaan garanaya alxamdulilah marka mawaaqif badan oo maarata aan leeyahan xataa waxa weyan waa taafiirka badan ugu leh yani qof walba shaqsigiisa isagaa leh laakiin waxa weeyan taafiir uu kugu yeelanay ha nin kaloo mawduudi la yiraahda abulacla mawduudi pakistaani ahaa iyo asagaa la isku xiraa marka markii oo nimankii oo baarahayay markii ay yiraahdeen mawduudiyaad ka faasid waa ka faa'idaystan raxa sax waay laakiin waxa weeyaan usluubka qof walba asagaa iskal isagaa ka xoog badan marka labadooda markii laisu fiiriyo isagaa ka xoog badan inkastoo ninkaas uu yaraha diinta kaga dhow iyo ka caalimsan yahay oo asagu ilaa diinta caalim diiniya asaga maaha si aad u fahamtaan caalim diiniya maaha waa adiib mufakira waay marka kadib marka xataa siyaasi ahaan wixii isugu bedeleen iyo diini ahaan ay isugu bedeleen iyo dacwo saas waay laakiin usuushiisu waxa weeyaan waa oy akhriskiisana reer galbeedka u badnaa 40 sano iyo ka badanba in bahalkii muxuu ahayd diraasadiisuna waa edeb waaye ha taariikhdu saasay u badan tahay marka laakiin markii dambe uu xagga usoo leexday ayuu dadkii aada u anfacay laakiin yacni taahiirku marka mwaashas waa ka imaanaya maarata wax in lagu qaqabsado waa ka imaanaya marka waxaan xusuustaa nin la yiraahdo sheekh cabdullaahi diweysh yani inta wadaadadan sacuudiga yani ayaa xoogaa raggaas aada u qabsada ninka la yiraahdo rabiicul madkhali ninkaasi aada maarata yani si caniifa wax uga qoray oo aniga xataa waa kala dooda asaga waa kala dooday mar aan maarata aan kulanay ayow maarata aan arintaas ka nahay markaas waa war yaab lahaan ku yiri markaa waxaan yiri war ninkii waxaa tahaan idhi asagaa wuxuu yiri dadaa la yiri diin sila ilaahay dartiisaa loo dilay oo wuxuu yihi xallaajba waa la dilay udha xallaajna waa ninkii suufiyadan xuluulka iyo waxaad yaqaana ninkii keena waay inkastoon arkaya ninka la yiraahdo oo cudur daaray yo madluumu ahaa lahaa ninka la yiraahdo halkan oo kashki oo kishki iyo kashki wax yiraahda ma aqaan wadaad kale oo masriyo midha uu magacaas ka qaata umalaynaayo marka cabdiqaadir kishki marka adigu calaa kulli xaal waxa weeyaan ninkaasaa marka aad marka waxaan idhi ninka waxaa taani cadaalad xumadaadaan idhi ninka sinaatia nin ilaahay loo dilay iyo nin ilaahay laga dilay ninka sinaataani cadaalad xumadaadaan ha midda kale waxaan idhi wadciga uu ka hadlayo horta ma taqaanaana wadciga waad iyo dadka uu ka hadlayo ma garanaysa shuuciyo iyo balaayo iyo markaasuu yidhi wallaahi buu yidhi fiiriya wallaahi buu yidhi aniga maarata kama shakisni yuuri jamaal cabdinaasir iyo maarata xaafid ulasad iyo maal sadaam xuseen kufrigooda maba ka shakinaysa nuur nimanku la hadlayo nimankaasaan idhi iyo dadkaas waxaas watay way wateen qashinka shuuciyo iyo qurun iyo balaayo madow ay wateen ani ninkaas waxaasuu ka hadlayaan waxaasuu ka hadlay markaasu halkaasu marka oo aan asagana aan kala hadlo marka ninkaasaa si caniifa uu u radiy oo waxyaalo badan oo ku radiy marka markii aan ku yiri war anigu naqdiga ma diidanayaan kitaabka in diinta in la ilaaliyo naqdigu ragga waa la naqdiyaa laakiin waxaan ihi sida cadaalad xumahaad aad u naqdisaani
سعدال حماه مرقس هالكاس المركة أنا ككير مركة نين كاسية مركة واحد كتاب كله واحد قرآن ليه هذا القطبية هي الفتنة فاعرفوها آه والقطبية وفتنة تسكو قال سببتنا واحد وين واحد كدي إذا هي يعني من كان دولة دا أول السنة أي كاسية أي يكو واستان دولة دا أول السنة وإسلام من كل سنة دولة دا سعودي أنا قبوا وأغرنين هذا كوري هذا ماله شو هذا قرنا مركة لكن يعني هذا إسلام كيو لديه كرو تمثيل إسلامية أو أن ما يسنا هين فعلا ما هو حوي حدث سياسة ده يو حيا لبضن هي قلبت يكرع سنة ويكرع سنة هاي وهذا ما رت مركو حيا لبضن هاي سكير جير أدو على كل حال أيقون مركا ها هاتي والدولة دي هاي لاش أنا هذي هاي لاش هذي لكن وحويان يعني قاب كاس أو يعني حركات جديدة يعني مركا أيك دولة دي إن حركات ونحسب جديدة إخوانكم مركو ويسولوا وين إخوانكم مركا يعني لكن معلمين ونقدين وحي مركه وحوين لكن وحي اثا اي كو سامينا المبدا ددك يودي وحي اركين مارتي حركات لقدي مركات دغالكو قادين اي سنو كل ريين مار لكن رغم مركه عادلين اسك جيرو ودا عبد الله الدويش اللي يراهدو ايا كتاب كان ظلال كاهو اسوق هذا كتابي سكل موسن ادين لكن كتاب كان ظلال كاهو وحو جير من اوله الى اخره انا في يوله حرف حرفا وفي يوله وحويان النسخه ذا مالك طبعا داسي أفر كن إيو أو مارت صفحة واي أم بقول جات سنين وكنتن إيو وح أما مارت مال سعال نوتك أركز مركا أفر كن أو ورقاضات أيو مركا يو أخري وحوي الحرف حرف أنا وأخري وحو كسر ساري مركا بقول هي سديتا هي كو موضع قارة مكررة سيدا مالك محاية استيوه وكليته ومكرر واي مالها أي مارت القرآن تضم يرد القرآن كل شيء ومكرر واي لكن أدو على كل حال وحويا وانتاس وموضوع كوخ صدي مال موضوع كوخ صدي مالها قاركود مركب ميل واسوي مركب مثلا وحل يرادو وحدة وحدة وجود يراد صوفيو أي قاركود هم يسنيهين وخط رهاجرة ويرادان عالم كي إلهي ومدوبين واسكل حجران ومدوبين مركا وحويا مكر بحسنة مركي دم أنا حتى محيدين أبو بحلك محيد محيد بحلك محيا هاد من كل جيل هذا من العربي محيدين من العربي أولي هاي مارت عالم كوا سجاب إله وحيالها قشن كانوا عاص أو مال لقيت لقى الله بام يا لادو سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن يقول هو الله أحد الله اسمه يا لادو وكل شيء حقا فكر صوفي جاب مالها قارق ومارتي ومارتي عشان يعني حركة وحيالها وقهر مارتي حقا اتجاهه دي لكن تاس ملكه له كل نقدية ومركي دنبه سورة البقر وكل نقدية وركاث كتاب كلنا هو كل نقدية وليه مركي تاس ماشي أو نقدية أيقو سيدي ودي وقاتل لمنك حمانت كربة وماشي وكل نقدية ما يسفيرين أولي بكدن بي سيدي الأبية مركي دو على كل حال لكن من بدن وحويان وانت بدن وقوة فقسانة فعلا مركا نيك اللي يرى هذا لك اللي يرى هذا الخالدي اللي يرى دكتور صلاح الخالدي صلاح عبد الفتاح الخالدي أسوقنا آدم وحوق قري أسوق مركا وحوق سكودة يي إنه نين كان سلف في وكده إنه في سلف في وكده وسكودة لكن ميلها ما قاركود ميلها قاركود ووفس أسقبه شيء وحولي محول بينهم قوة فقسانة ما وانا يقول مقاسد وكلا حقول بينا كوا فقسنا ما مركا نكلا يرى هذا دويش وكشة جاي كل سحوة كل سحوة أسوي سعي علمي هو ونقدي يعني ورسي سلف ما هو صح ونقدي لكن نين كان وحو سكده خاصة العلو جم يشاء يجري وكمان وافقسني لكن وحو يجري تي بدعدا هيدنا ماها تي سلف جاه هيدنا ما هو ملح لحد اللغة وحيد السيطرة كل شيء السيطرة مركي علو مركو كان لاي علو مركو كان لاي الرحمن على استوى مركز السيطرة والاستعلاء مركز الاستعلاء قاسي الحوجة سقوا وسود ويا لكن أنا صحي لما استعلاء يعني دويش شيء نكلا إلى هذا حشيد صلاح الخالدي وسود ويا وهو يري مارتي وكده وياي تي مقعيس قال لكن أنا صحي لما هو مدة أشاعر ذو أي قبانه علو مكان أولية شو محمد علينا كذب ها علو مكان أولية هي علو أو مكان ملة شو محمد على الساس وليجي
وانا كل دودو مركه وحان كويري مسالدي او بالكي ما هي هاد علوي او ابو سفيان او قري هبل يو علوي كان عاد شيكتي كلا سارن لا زغم مارتي مركه او يري علو هبل مالتي احد مركه مسلمين تجبيين ايو يري علو هبل او لا مركه علو هبل هبل مركه دونكو جوغي علوغا او سوغاي وحو اهابان علو المكان اها علو المكان اها علو المكان دونكو جوغ marka farqiga ku jira waa maxay marka ilaahay culuul makaana aad u suqtay maxaa yani maxay farqiga ku jiraa dhahay markaas uu sidii ninka la yiraahdo magciisu darbaahantii ugu jeeday balkuna balkuna waan diqaash jirna sheekhayaga waa ilaahay ibn xariisto waa jacaylayn runta laad qofka meel meel waas ku khilaafi kartaaro mar uu ugu qabsado yiri maartay hadda dadan sheekhaaga maxaad maxaad ii khilaafta saari faan ku taal فاني كوتان الشافعي وحان المالك خلاف وخلافه و افتاء و قرادان مركه ما حي كاد بها اني اردغا يادو علمي هان كو خلافه ادو اد سو سارتي واخ ويهان مارت مركه ان انت الشيخ يجي تهنا دو حنا انا وحو ما بنقدين اي ردد اديك اديت سلاديك هاي ما انت وحو ما واهادين انا مركه الشيخ يجي تا اسقي شي علي صوفي ومركه نيل علي شي علي فلوس و عيد وانا قدبت دغدغيسا وانا خلاف سنت مركه وارو هاي وارم واي لكن وحن الشيوخ دي ديتي لا انت لا ان كانوا حق القران كي يعلمتي سي ونغا سو ساري ان كانوا تفسير كي يغزو الفكر كي يبلايد يا ونغا سو ساري وارك وارك لبدا سنين واو رمتي يو ركلو دي الشيخ شريف يو تربع عبد النور يو الشيخ محمد نور قوي يو اديون حق حديث نغا سو ساري وها ويان علمداس الله يبركاي الله يبركاي مرك شيخ محمدنا قران كي يو ينحوده وبالك بالك محوها ونقولها هذه مرك اللغه اي وحن لي لها اي القران دي اللغه لبداس من كان القران كي مارتي يعني قراءات كي وحي تجويد كي نقولها من كان السنه لبدان ان السنه دي نو نولاي علماء وا قدر كود وين وين لو وين لو وين لو هي واي قدر كود ان لو هي واي لو وينيه او لو وناجيو وحي خلاف وحي خلافنا وهد هو جائز علم الاسلام تاع يا قوا قفكم والخاص وحي سنه كتاب كي لفتي سي خلاف صد واساس واي marka wiilkii awadaadkii aanu soo noqonay wuxuu marka ninkaas marka saas u yiri wuxuu yiri lix kun intaas oo dhan waa sax waa Khalid marka waa isku dayay inuu maartay aad iyo aad khayr la siiyo oo asagana waa si cadaalad uu laakiin asagana u hadlo oo aad macquul ah aad iyo aad macquul wax badan uu ka qoray wax badan uu ka qoray kitabku maartay kitabka laftiisana wax badan uu ka qoray asagana wax badan uu ka qoray dhaw kitab kulli wali waxaan walaal shan waa gaaray kitaba uu ka qoray asaga iyo kitabiisa waa gaaray marka erin kana waxay ka qoreen laakiin labadaas inaa sida badanaaba ugu aan intaan arkay ugu cadli fiicnay markaas ugu cadli fiican ragga qaar koodo de moobtin kale yiraahdo Abdul Aqil iyo asagu maartay kitabkiisa maartay muxuu aha rijaal xarakaat islaamiyah maartay waxa weeyaan oo rag badan uu ka qoreysay kamid asagu yaani ma awsan akhtaad muusi shi taadi simu si shee wa weeyney laakiin xataad bishee marka adigu waxa kale xaal warku waxa weeyaan waxaan u jeedaa qofku khata waa lagu qabsan kara waxa kale too jirta labadiisi mashrab oo maartay kale oo taatiirki adabiga ahana wax weyn uu ku leeyahay quraanka oo si edeb ah wad markii horeba u soo galay kadibna taatiirkiisu aad ugu xoog badan yahay qiraa'adiisi kale oo nimanka reer galbeedka ah oo maartay oo akhriin jireyna wax weeyaan iyadoo taasiir badan ay ku leedahay mithal yar aan ka siinayaa waliba asaga maartay yani saddexda juz oo ugu hooseysa quraanka oo khamiista aan ilaahna qaarkii ee Soomaalida aan khamiista ilaahno ama laga soo bilaabo suurta qasama saddexda juz oo hoose iyo 13 juz oo kore oo markii dambe uu ku noqdo muraajiciye ayaa la yiraahdaa fikirkiisa asalka halkaas waa halkaas waa marka wax weeyaan taatiirka ay ku leedahay mid kale mithal yar aan ka siinay subh isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada maashaas ayadaas markuu fasirahayay yaani waxa jira nin la oran jiray amerikaano la yiraahdo Julian Huxley ayaa wuxuu qoray insaanku yaani kaligiisu taagan yahay macna kitaab la yiraahdo ha the man stands alone halkaas uu qor markaas nin kale oo maartay bahalkii maxawaari Raymond his abla ilaahdo
asagana xogaa magciisii aan xogaa iga iga magciisiisan aha ahe ninkaasa marka asaguna wuxuu qoray the man don't stand alone ninku keligii isma istaago ma istaagna ma taagna mana istaagi karo markaasuu waxyaalo badan uu muuk wuxuu keenay maaragtay aan insaanku shaqana ku lahayn aan maaragtay yani uu keen marka waxaan xusuustaa waladii qadara fahada waa masalada dub iska cilmigoodiya laakiin waxaan ku tusayaa ta'siirka ay ku lahayd afar safxo iyo bar oo tafsiirka ah ayuu ninkaas wararkiisii daliilkeedii oo aayaddaas u daliishanayo ku qora afar safxo iyo bar weliba barka way ka badan tahay xoogaa ayuu ku qoray midda kale waxa weeyaan markii oo samaawaadka iyo dhulka iyo laga hadlahayana waxa weeye sida badana afkaartoodu u raacaya afkaartoodu yacni ayaga kuwan falkiyiinta ahi warkoodii istishaadkiisa u badan ha khalqu samaawaati waalardi iyo waxyaalahaasoo dhan markuu ka hadlaayo waxa weeyaan yacni ictimaadkiisa qaabkay iyagu u dhigeen ayuu magciisiyeyna baynamaa qur-aanku waa u kala baxsan yihiin alard waalsamaa waalnujuum waxaas waa u kala baxsan yihiin marka iyo kawaakib iyo waxaas marka dhulkii kawaakibtu ku daraay kawkab alardi waxyaalaha ay maarata ayagu sida ay hadda u dhigaan ayuu u dhigaaya u fasiraaya taasu u fasiraaya iyadoo maaratay qur-aankii isaguna weliba uu qabo qur-aanka alfaadiisa inaa sideeda loo wado uu qabo asal ahaan qur-aanka sidiisa wuxuu qabaa maaratay nusuusta in alfaaddeeda loo daayo waa majhal manhaj fiican waa laakiin meelaha inuusan u dayn aada arkay siday ka mid tahay meesha inuusan u dayn aad ka mid tahay oo maaratay istiwaha iyo istiwahi qur-aankii lagu yaqaan oo luqadii carabigii lagu yaqaan oo maaratay bahalkii maxay ahayd maaratay istawihii maaratay iyadoo qur-aanka kusoo celcelinaya 7 meelood iyo meelo kaloo badan oo laga fahmayo iyo culuwga iyo wixii oo dhan waxaasoo dhan aan laga fahmayo birka sidoodii inuu u daayo waa kari kari waaye waxaana sabab u ahaa saan isleeyahay qiraa-aadka nimankaas akhrinayay iyo cumuumkii oo maaragtay jawiga masar u badnaa iyo ajharka ee aha ashcariga ahaa ayaa u badan ha saas waay marka walidaalika marka qolo walba waxaad arkaysaa intuu meel ka waafaqay kuwii khilaafka meel intuu ka waafaqay aada arkaysaa iyagoo ku dhegan oo maaratay annagu waay hadda waxaa la yaabna marka qolada shiicada aaday u qadariya sababtu waa maxay waxaa dhacday kitaabkan alcadaala alijtimaaciya ayuu ku qoray inkastoo maaratay khaalidii uu dhahay kitaabkaas markii dambe ninka la yihaha maxamuud shaakir oo axmed maxamed shaakir walaalkiis ahaa ayaa ku naqdiyey markii uu cuhmaan iyo mucaawiye iyo camr bn caas iyo nimankaasuu naqdiyey oo weliba cuhmaan uu ku sheegay wuxuu yidhi macali iyo cumar dhexdoodii ayuu maaratay boog banaan uu ku noqduba ha fajwatun bayna cumar wacali buu dhahay labadaasuu maaratay ammaanay shiicadii marka waxawey halkaasay marka ay la boodeen markaasay dhehen waaba anaka maari marka waxaweye waa saas waa marka usuusha waxaa keenaysa markaasa waxaa jirtay waxaa dadka in laga hadlo in maaratay bahalkii maxay ahayd wax la naqdiyo asa markaas waqtigaas jiray ha in maaratay islaamkii yacni lasoo saaro oo la yidhaahdo maaratay islaamku cadaalad oo kaamila ayay ahayd marka ninka nimankaana xumeeyey wixii yani waxaa moogtay yani caalamka hadda ka jir mid xumo hadda la yir maalka muxuu ahaa oo cadnaan ibraahim la yidhaahdo sida u hadlaya aada la yaabaysid oo hadda maaragtay yani faajir faasiq maaragtay khamriya cado waxaas mucaawiy ku sheegaay ha marka waxa weeyaan qawaacidkii marka ahlu sunno oo yaala waxyaala marka khilaafu keenaya laakiin wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo khaalidi wuxuu dhahay markii dambe oo ninkaasu naqdiyey wuu ka xadfow yiri baabkaas cadaala ijtimaaciya baaba waxyaalo kalena wuu ku dardaruudha oo dabcadii dambe saasuu jeeda inkastoo maaratay baalkii maxay ahayd anigu kii aan akhriyey waa ku taali marka adigu calaa kulli xaal nimankan waxyaalahay ku haystaan kamid ahayd masalo kale oo maaratay yani nabiyullaahi muusa
oo si shakhsiya markaas tajriida la yiraahdo aqaana oo waa ku aqaana tajriida la yiraahdo ambi nabinimadii maaha wuxuu ka hadlay ee shakhsiga dabcigiisii asalka ahay uu ka hadlay markaas wuxuu casabi iyo qowmi iyo waxba ku sheegay ha diintuna waagaas qowmi waaba ahaydba ilaa qowmka reer bani israa'iil ee maarta ambiyadu saas ahay qowmi dhankaas way ka taa markii la saas loo fiiriyo oo hadda caam kuma ahayn nabi maxamed nabi caam u horreeyey ninka qoomkiisa loo dili jiray qoomkiisa loo dili jiray nimanka marka ugu ta'siirka badnaa xagga qow oo maarka qowm ahaan ugu ta'siirka badnaa ma ugu ambiya badnaana nimankaana ahay reer bani israa'iil ahay ha marka waa runo hadda ninkaas oo marka ilaahayna xataa markii uu oranayo maarta hada min caduwi hada min shiicati wahada min caduwi saasuu marka ninkan uu hiilinayo qoomkiisii waa run marka dhankaas isagu tajriida la yirahdo qofkii ambinimadii iyo ma uu soo duurin laakiin shaksiga maarata yacni ka shaksi ahaanu maarata waxay ilaa ambiyadan ilaahay waa kala fadilay ha lahada ilaah ulo tilka rusul fadalnaa bacdum calaa bacd ilaahay waa kala fadilay marka nimadu siyaa loo sameeyey wadciga jooga nin maarata u munaasaba hadda hadda waxaad arkaysaa ninka la yidhaah haaruun oo walaalkiisa yaa waa isku waqti isku shaksiyad ma isgu ninna waa nin wadiica ninna waa nin adag waay ninka adagaana sida badana wax hogaamin kara masalada ogaada ninka adaga wax hogaamin kara ninku waynu xaraare leeyahay wa ha ninku waynu xaraare leeyahay quwa waynu leeyahay ma ha ha faakhada biraasi ajii yarjuruhu ilay qaala ibn umma in qawmi sadcafuni wakaadu yaqtulunani waa ka dhahay ha soo qabto yiri maxaa dadka maartaysa ha markaas yiri nimanku way daciifsanaa xataa inay dilaani ku sigteen ee wuxuu yiri walaalo maartay walaa tushmid bialacdaab cadabka haba iga qoslinin walaalo saasuu oranahay marka kiiska marka khatarkaahi marka meeshaas waxa weeyaan oo waan isla fahmaynaysaa iyada waan islanahay marka tajriid shaksi la yiraa ma laga hadlaayo ambinimadii iyo maarata qiyamkii iyo lagama hadlaayo ee shucuurkaa ninkan maarata yacni mawaaqiftiisa iyo shucuurkiisa iyo maarata qaab raganimadiisa iyo sida uu u dhaqmahayo oo maarata ay awooddiisa ayuu tashkiisinay ee ambinimadiisa kuma usan xadgudu marka adigu cala kulli xaal macnaha waxaan u jeedaa maarata waxyaalaha ay maarata wadaadadu ku haysteen way ku jirtay laakiin ma fi mushkila in lagu qabsado xataa saxma waxa in la saxo waa loo baahan yahay laakiin si cadliya in loo saxo waay si cadliya in loo saxo waay marka waxaan rabay marka nimankan waxyaalaha lagu haysteen waa saas wixii laakiin waxyaalahan kale oo wanaaga ah ee wadcigan ah iyo maarata sida uu isagu u qiimeeyey iyo sida uu maarata warka u dhisay yacni cuyuubta kale waa ku yarta laakiin akhtaadaas aan isleeyahay waxay ka timid oo maarata ka boodidan oo qadiyadan ka booday oo uusan nimankan ahlusunna waljamaacada uusan soo raad qaadin oo gadaalna uusan u raad qaadin xaggana uusan ka soo raad qaadin meelihii khilaafaadkii uusan maarata saas ugu baraarugin ayaa sabab u ahaa baan isleeyahay aniga wallahu aclam marka laakiin sidii aan horena usoo sheegay waa runtii nin oo ta'siir nin la ta'siira hadda aniga maba garanayo casrigaanaan sheegaya aniga sideeda shaksiyaadkeedii shaksiyadeeda dhowr qofaa ta'siir weyn ku leh nimankii raggii hore oo maaratay taabiciintii oo kaleeto markii saxaabadii laga soo tago nin la yidhaahdo saciid ibnu jubayr ta'siir weyn ugu leh markii laga soo tago maaratay bahalkii maxay ahayd mawaaqiftaan sheegaya axmed ibnu xambal ta'siir ugu leh soo kaco maaratay bahalkii maxay ahayd imaamu shaafici ta'siir ugu leh ninka la yidhaahdo waxaa laga hadlayaa mawaaqifta markaas taagan qofku meesha u istaago oo looga markhaati kaco oo muslimiintu ay yidhaahdeen waa sax oo asagii lagu raaco aa laga hadlaya waxaa ka mida marka nimtaymiyaa ka mid dadkan weliba maaratay aan aad iyo aad maaratay yacni markii cusuurtaas dhexe markii la joogo ninka iigu ta'siirka badan ninkaas waa iyo wiilkiisa ibnu qayim aljawziya la yiraah sababtu asaga weliba waxa weeyaan wararkooda waa dadka aan meeshan ku arka aan aqaano ilaahay subxaana watacaala runtii iigu gargaaray oo mithaal yaraan siinaya waxaa dhacday kitaab oo la yidhah alictisaadu fi lictiqaad oo ghazaali uu leeyahay ayaan aan akhriyey qaydada ashcariyada marka noor sunuusiye iyo bahalkii maxay jawhara iyo waxaas la akhrin jiray kitaabkaasa marka akhri kitaabkii ayaa marka wuxuu
إلهي مركا مران أري إلهي جيران إلهي أقان بري جيران أقان مركاتو إلهي أنا أري وكو إلهي جيران بري جيران يقدمي معنى ما حي وعفيرا كور مجيرو إلهي بك الله كور مجيرو هوس مجيرو مدن مجيرو مدح مجيرو مارت عالم كما نحجيرو كما نبحثنا سكة سنتلا يهلو وح أن جيرين مركات الماميسي ساس كبودان لما ديهكا مرك إلهي أن بري جيران وقعنا كورو قلت هكا جيري وقلو بي وانتا انتا كعود بليستان كتير كتاب مركا وحان هلاي وداد وحاش علي اللي راه الارين جيريو لنكي وداد رقيا انتا سقالكا هايو ديل كان القوة الحكومة يكون جيري كد من ويل كاد مالو والشباب كو يدي لهايين لالهاي ومارتي بالكي مع المرهان إلى هاي المارتي عبد الحميد اللي يجي رام علينا مركا لنكاسا أيام مكتبة الجوبي مركزنا وهاي اللي ما كتاب سيسي مركزه كتاب اللي يراه هذا عقيدة الوسطية متميه وليه هي كتاب اللي يراه هذا التواصل والوسيلة وأسوه ليه هي كتاب اللي يراه الفوائد المقيم ليه سوسي بالأسوان عجيبتيس كتاب في وسطية دي مركز آخرية إلهي إلهي أنا قانون أريكو إلى شنجرة إصابة إلهي إلهي أنا قانون أريكو إلى شنجرة إصابة حي مارتي أبي أبي مركا وأبي أبي وجعل مركا دو على كل حال معناه وحنو بجيدي رقاس وحكو حيقان إنك اللي هذا محا عبد الوهاب وأسقنا إلهي ونشيخ نور علي علو ونوغا كياني وأسقى مارتي في علنا أرتاد وحق يقولي إله النمدة هي ألوهية ده إن مارتي بهالكي محايا هذا إن عبادته إن إسلامي هنا وحاس مارت إلهي ما نعتك أن البري كرينه إلا مرة أوه ده هنلاقي مرة الشيخ وده هنلاقي نقبض نيت وعقيدة ده سمارت ساسي أي علي أي نوع خلدني مركن إن كاسون التأثير كاس حق كاسون نوعله مركي كله قد سوق عصري هدا الجري إن كتأثير كان نقوله إن كاسواي بلى ليه كحركات الإسلام كمارت هو يندو ودي قلنا مارت إن من راح يسوق يعني برفصولة أي سوق خبراء أي سوق كينان قردن الجزيرة كتاب كمعالم في الطريقة مركب حيرة هذين وحي قران حركات الإسلامية قلو أو صن تأثير كلها النسجر ها تد كان دولة إسلام سو علمته وكوب يعني إسكوب هايستي وحركات كل نقضي ضدك كورونا ضدك برايا دين إسلام كإن السعودية دولة إسلام كإن السعودية إنه واجبته إنه واجب تهاي وحنا حيسرنا وهد الدولة ده جوجانا أيسن الإسلام شغط كل هاي وحن قال هذا أسلوب كودي كسعودي أيهين لمن كاس وأي لمن كاس سجى مك تأثير كله ماشي كي لهذين وأي رجال بيت كنا يجي لهذين وميرابيه ثورة دي فرنسيس أي إسلاميين تقوي هاي دعان مركدين كاس إن عصر جانا سجى يقو تأثير بدن والله ما بيروض السيد مرة عن كده واجيه وحويان حقا أسلوب كان مارتي أو القرآن كي تأثير كيس عالم كي يصير مارت إلهي نقص الدجية يصير أو مارت ميل والبنوغة أنفعايو ميل يعني قاهك يعني ونولا حد لايو نكا ترنتي عن كبرن حتى مركان هول الدين شيخو وحويان وحان سمين جري مركي أو مركي هور القرآن كي يريرانتي واكو حفظي لكن مركي دبو انتي تعليمتي حوغا أو موقتا يعني انتي قستون أنا آورنا وضر أمينين مركي دمبو وحاويان مركي دمبو حركاتي أنا ودنيبا وحد جرتي ذاتكي أو تبالكي محيي هيد رمضان كي شعالي صوفيا وحونا براي رمضان كإن جس اللي قلتو كذا قرآن بس مكا جس كي يا مركا ديارين هايا ذاتكا أو مارت وغوري وحانا هاي مارت مسايدة كتجي عن شعالي صوف مسايدة ساهاي أنكو أن كمده مركا سا مركي قرآن كي واتحا في ذي موقت جسك أسيق مركا قرآن كي جس وفسيرا أجايب تلعرك جسكينا عاوان لين ما أنت مركا وإينا جسكا وإينا سواء غريبا مران قرآن كنت أثرنه وأن وليبا كبوينه والله نكاس النقوري نكاس النقوري جزاه الله خير ها قرآن كي يعني وكو شعوريا وكو قليناه يعني شعور كاغو برايا قرآنكي إنو أديو كل التفاعل أيو وحبنها أي رمارت يعني شعور كاغا أي عقلي كاغا أي كل إنو للتفاعل أيو أيو مارت بهالكي محوها ونوسي ونوسمي ساسو نوع
waxa kale to jirtay maarif marka quraankii quraankii marka quraankii weheel nooga dhigay sidoo asagu weheel ugu noqday uu sheegayo maartay muqaddimada kitaabka ugu sheeragayo maartay al-aysh fi dhilal quraani ni'matu la tudaniha ni'ma burana ni'ma waxa weeyaan maartay maalkii muxuu ahay aan ni'ma la siinay aysan jirin quraanka inna loonaad waxyaalaha wasag laftiisu wuxuu leeyahay kitaabkan dhilalka ayuu sa ka mashquulin quraanka laakiin wuxuu ku yaani asluubkiisu wuxuu ku soo dhaweynayaa asagoo waliba ka cudur daaranayo leh yaani asluubkayga ma gaari karo yar quraanka qaabka oo kuula hadlay ma gaari karo laakiin waa bal waynta tabarta yar ku dayay asoo hadana ku leeyo sakaan mashquul marka waa runtiis wax weey marka aad akhristadu fahamka guud aad qaadatid kadib quraanka aad la tafaaculaysa wala tacaamulaysa ha markaas aad maartay shucuureysa oo ku ooyeysa oo ku maartay oo ma la tafaaculaysa oo maartay shucuureysa oo maartay yaani wax la yaab la waan marka jazaahullah anna khayran khayr al jazaamat marka waasaas waaye qoloyinkan haddii de maartay asigu la dirinahayo oo maartay yaani siyaasiyan ay u badan tahay siyaasiyan u badan tahay ninka hadda wax naqdinaya waa sax waa sida abdulla dawish oo kale cilmiyan u naqdiyay ninka cilmiyan u naqdiyay rag balo kale waa jiraan oo cilmiyan oo ay u naqdinaya sida saalim bahna xusni bahna saawi nin la yiraahdo oo asaguna ikhwaanka asaguna si fiican waliba maaragtay yacni masaa'il kan qaab xumada ay nimankan takfiirka ay u fahmeen iyo uu toosinaya asaga uu toosinaya inay saas sax u ahayn ayuu u toosinaya oo bimacnaha mujtamacaadku oo takfiiriya iyo maxamed qudbu wuxuu leeyahay waaba ninka waxa weeyaan anaa intaasoo goor ka maqluu yiri isagoo dhahaya war anagu maaragtay ducaadaan ahaye ee ma ahayn maaragtay qaadiyaal ma ahayn marka ninka la yiraahdo xasan al-hudaybi isaguna kitaab la yiraahdo maaragtay asagaa kulay laakiin ragga u qoray yidhaahdeen dadkiisa raggiisiyaa qoray laakiin asagaa kulay maamulahay marka la yiraahdo ducaatu laa quda ikhwaanku waa ninka madaxda uu ahaa markaas marka weliba waxaa leewle wuxuu keenay ninka la yiraahdo khaalidi wuxuu keenay yacni ninka la yiraahdo hudaybi kitaabkan macaalim fi ariiqa ahi inuu isagu maaratay amrayba in la dirsiyo saasuu leeyahy anaguna saasuu noogu soo gaaray oo maaratay yani ka ikhwaan ahaan naga soo gaaray iyaka laakiin fikraddan oo maaratay takfiirka ahu naqdi saxwa yani takfiirkana waa saxwa ila quraan diintan waxa weeyaan diintan mutakaamil waay yani xukunkeeda iyo usluubkeeda iyo wacdigeeda iyo kulli waa wax la yaqaan waay usluubka xukunkana waa la yaqaanaa usluubka wacdigana waa la yaqaanaa usluubka maaratay bahalkii maxay ahayd qisasigana waa la yaqaanaa wax qur-aanka iyo diintan waa diin waadixa waay diin waadixa waay marka waxa weeyaan ma ahan maaratay wax oo hal qof lagu raacana maa wax hal qof lagu raa yani qur-aankiiba qolba si u tarjumatay maxaad u maraynaysa nin bani aadama qowlkiis io qolo walba si u tarjumato waa iska macquula waa ila qur-aankii maalki khawaarijo ka dhalatay oo shiica ka dhalatay kulli ayaga asaga qur-aanka ictimaaday baadilkoodao dhan qur-aanka dul saaray maxaa u malaynaya marka nin bani aadama oo miskiina oo maaratay bahalkii muxuu ahaa hadalkiisa qofba meel ula aadi weyna taas ma suuragala ha laakiin waxa la fiiriya waxaan marka xaqii la yaqaano islaamka lagu yaqaano ilaahay xafiday xaggee ka joogaan waa xaggee ka joogaan waa marka wixii qalada xaggaana loo celinaya xaggaana loo celinaya xaggan markay sax ku noqoto ayay saxta ha haddii marka uu maaratay yacni qur-aankii iyo xadiidkii iyo maaratay yahalkii iyo hadday iswaafaqaan iyo maaratay ijmaacii iyo salafkii iyo maaratay fikraddoodii maaratay caqiidadoodii markay iswaafaqaana wixii la dhihi karaa waa sax waa laakiin qof walba haddau inta aayadda qaato meel u jiito lagama yeelay ha isaguna dadkaasuu ka mid yahay waa dadaalay khayr badan allah siiyo khayr badan allah siiyo ilaahayna u aqbalo insha allah shahaadada midka waa waxaa la yaab leh ninkii xusaaban wuxuu leeyahay ashahiid uu leeyahy cajiib waxaa la leeyahy dadku bani aadamku yacni wax la yaab la waa ashahiida qof walba uu dhahay marka inaguna hadda waa aniga sheegay waa ugu riyooday in ilaahay uu maaratay dadka kala dhex baxay keligiis waa saas waa marka adigu calaa kulli xaal ninkaas waa saas waaye waa jecelnahay laakiin wax walbana kuma waafaqsanin waaye macnaheeda oo waxa weeyaan wixii qofku uu sunnadii iyo qur-aankii iyo salafu saalix wixii ay maaragtay qaabkoodii iyo ay waafaqa waa sax waaye
يعني تجديد ولا كيني كرا ده النبي قابل نوش يعني بالك بقول كاستو سنة يعني ده كحوجة دين توايرها وقد ضعيفة يا بركة ده التجديدية مارتي إني إلهي أو مارتي إلهي بلن قاضي ونوش يا النبي صلى الله عليه وسلم ونوش يا ها مركة ده حوي يعني مركة ده كي تجد واحد تجديدين أي يعني ما هن هل نوع ما هل نوع ما ها دين تورنا هو ما وضع دعي كرتين وضع نقدان وهذا عصر هذا همارت إنك إلى ألبانيا وكله لتجديد تجديد ومجدد وايه لكن حق حديثك حق حديثك ها حق حديثك واه ليه مركا سجن مارت يبقى هالك محي حسن البنا ولا يراد مجدد أو وايد هان إنك سوا يعني إخوان كحوجا علا ماشى سي كهاي ستيو وحوي يعني أيق لفت وذو علد وح كوجر تي أه وحيالها أو وحيالها عقائد كي إنسان إنسان ده قلنا إنسان أسلوب مقنع إنسان كاسين ويلهايين فعلا ويلهايين فعلا ووايا محن كويري وعقليه مارت ورسوك ورسور ضوي ورسلام كان في عني حقيقة هالكاسات ها قعنتي مارتي كو قوت الماما يا الكاسة سلام كان في عن سلام كان في عن كلية ما انفعش وسببته حويا إنه في عيا بالتجربة وإنه وين طريقية لغواتية لغواتية وحن اللي مركي طريقة لغوات نيكو إنه أنت كنت المعملي إلى طريقة قات من هبل وحكله حنا يا طريقة سكله كاس قات توسن سيسعو من هبل أنا متكلا كله حنا يسكي لال مر كاس قات مرك كاد مرك من هبل إلى آخر كيو كنت المعملي ها سلفك مرك وأساس واي إلى آخر كيو كنت المعملي ها إلى آخر الطريقة اللي قلت المامي ما كان لغلوغ يالك اللي حنا يسيد القرآن كباش يا غي ها ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله وله وليها وهي واجرا نبي قواش يا غي تضوات إيو مارت بحلك إيو صدح إن يقلب إحد دوانا دوت أي مارت مسلمين كوي هر تضوات إن يلا تضوات إن يكو كوا لا نما مركا كل هو في النار وليها مارت إلا مركا إلا ما أنا عليه وأصحابي ساسو كلا ها إلا الجماعة نواجرته ها هم الجماعة أساسه مركزوا على كل حال وحويا يعني قفكم مركز وحيالها ومركز وخبضتك إنه وحبره وإنه الطريق اللي يقان قاد سيوة طريق اللي يقان إنه قاد سيوة أسيبنا الطريق اللي يقان إنه قادوا تتكن قاد سيوة طريق سيل اللي يقان الطريق وحوي كن إيو دور بقوله سنة سعودي يعني الله قال الطريق بدنا نكلح لحدين يعني إلى هذا ما تأتي هذا وكبه ذايا وهذا ما لك طوري فعلا يعني توصلانته وادعي كرتيني بلطه ومر بهذا قفك النصوص التزامه وحوي توصلانتي سوا وبدان يسا لكن مركدنا وهذا كم ارمينين ان طريقه تقانيد وضروري واي ماشي مركا نينك علده كغتي بهالكاس واي ها ام الويش لو هيستا لكن اصول يا اصل كيدو وحويان واصول في عن واي اصل كيسه لكن علده انت ساكو جرت عند أسيكو جير أسيقونا وحاد وحاد وطمرك وهاد لايو وحاو كبقايا علم الكلام كي يبلايا دي دنبقو مارت إن منكي المهل كي محايا هاد وحي كيمد إن منكي قريجي كيمد فلاسفادو دي وحي كيمد مسلمون كنت أثورين ومارت بهل كي محايا ما معتزلها أهاتو أما أشاعرها أهاتو أما علم الكلام كي وحي كنت أثورين وحاس إنو كبوضو اسكو دياي لكن قابك وقبو ذي بان مارتي آن 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 ما يستيرناي ما دا ما يستيرنا ما داي ونصوصي كتابك ينو مارتي إنه نقضوا صحوة لكن ما دا ما يستيرنا سبتو وإناد مارتي السلف كي طريق ودي سورة عدي دوا وطريقة سكحيري ريسي دوا مثال يرى نقول عالي بن شيخ شي محمد نور قوي آن آن سنة دون برايا بالفير يعني مشكلة ده مركا سياسة دوا خطر واي نمان كي مركا شي عدا هي مركي خميني أو أو قبصاتي ماشي أيو حوغان نوع إلا المسلمين تيا الدولة الإسلامية كمغا مرك الدولة الإسلامية إنا يهينو مارتي أو قات مرك حوغان تأثران كدرين مرك كيسكي يانكو قبصاني هو إن الشيخ أريد تاسو سيتا مرك أسو والوحان لمن كان عربته يقوب مارتي مالها إسكا يعلو لاهي وحان الشيخ شيخ يانا نقا هيقوم عسينينا داخل ما كاد و ما في عنه كوز ماشى ما كوفيته ماشى ما نزده نود عروضه عروضه إنا 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 هذا حماينا وفي عنده إنا هذا كبك إنا وفي عنده مركا درسي كان كبح لي قولي يا وقد ضبطني يعني قال يشيخ عبد القادر هذا كله دلها هي
وشاودنا نور فارح عبد الله دير قعمي رجعنا عن 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 سلطتني عن حرق وضعه مركز جوري يساقو تج أرنتي يا كوا هذا مركز رنا كان أنا عرفتها ومل بيجي يشيلنا سكام عيسي جاي وركع يود وضعنا معنا ما له وحويني ما كانوا وافعين مركز هذا اللي جاب لهم كوير إلهي مر ما ذو وافن جيجري مركز ثاني شيخ نور شيخ محمد نور وحد يلي سامني أذنتان هرت أرين هذا بلاوة ما صحابتي يجوكتي بلاوة أرينتا انتازنا ننكستا أو شيخة أو مارتي أهل السنة وكهد لاي خط كاتي سوهي ستاني إلى يومنا هذا وحا مارتي رقا عن شيخ شيخ مركي ومحبدون الخطيب يرقا يودن بيين عن شيخ شيخ نوري مركي وحويان ساسا لور نقديناي نيو والبا كتاب كلي نيو والبا نورو كلي نيو والبا نميلو صار نمن كان مركا إني حنيهين مسلمين تدن اسكوا فقصيين مركا أن كو أغاني مركا سيد خطر هانو قالوا وحان كو أن كو أغاني أديغة ما أنت وحات ترا هذا كيس كاس أنا بدلي دهانير أو نمن كاسو مي وحي نمن كاس دات كاسو كشيغان صح ماها ووحويان وخلطي أهيد نمن كان وان نمن في عن ساس دهان إيري وما أنت أنكو أغاني هل مرو استاقي مر شبوي مركز وحي وبالهير لها واحد يليسا واحد ماشي تكسو بحدين وسواح بضان كاري بل كتوها لقا قرأي كير كتوها أنو كير مر دم وركود لقا ما مغلي حيالها مارتي يعني علماء أن مارتي إلهي سبحانه وتعالى وأن أنك لفت يده أن وقر قاري أصيق حتى أو قري أي كم إذا هاي او مارتي ازري او هاي او مارتي اسيغ سيده بدن هاي مركا مار نوعا سيد دولدها اسك راعو دا عملو اسك اها لكن مركا وحو دي جيره اسيغا وقير جيرو دي جيري نمان كان دليرده هان كفايدي سو دي جير مركا الهي ما هدي اسغنا ابالكاس وا واهيي وانا ولي وا حدا وا نولان كو اوغاي مركا ادغو على كل حال معناه وحان وجهيدا وحا ويان ددكا منهجكو وان قفكو او مارتي لصعدو وا بقول يكون هي أفر بقول هي زيادة سنة وحسو السعودي طريقة أو طريقة بدون كل حلحين إنه قفك يقانوا أنت تبرتيس يعني الله ما سمي كره لكن إنك أنت تبرتيس وإنه هالك هذا سأل درت هذا وحلو لي الكتاب والسنة يجا حجة والإجماع القدر والسلف مركز الذي رفسف على فهم السلف الصالح وين ليلا على فهم السلف الصالح وين ليلا سلف الصالح مركي يوايو وصح صحابتي هي تابعين تي أتباع تابعين تي وأصلة هي نكي راعى إلى يوم القيامة صدح دي قرنية والنبي مارك أو أماني أو أصلة وتوصلان تود النبي أو أماني مركي إسلا قرون تاسين إن من كان قلق الله عن أنت وذا بدن صابع بل بحاجة أجاد إذا القرون تاس النبي أو أماني أو إن من كان قلق الله عن صابع وخوارج تينا ويا شيء عذب وحساب بحنا يدو الصحابة دي جوبت بهالكتابي عنتي يا أتباع التابي عنتي يوم الحين كده بيانا وحسوها ما هما الجهمية إيو بهالك معتزلة إيو بلاية مارت قدرية إيو وحي مارت وحي وقشن كاس ولا ما صوبه ها مركب وام مركب محدان مركب طريق على صورة عن وا وحوي طريق وكمال ما يستيرنا كمال ما يستيرنا لا لا عجاجة بدناك لا عجاجة بدناك موجودة مركا وحن كسو قوين يا إله سبحانه وتعالى هن هنمنيو كل جنا هن نتوسيو نكاسنا وحويان هبل يسكو خلاف سنادين لكن نك وو تأثير كبدن ويا أنا قلنا رمتي أنا أدي أنا أرجع الله هو لكن وحول بوي له أنا هو وافق سنين ها سوت وحويان إلهي وحوي بري منها كان سلف في قهوة الله يبرك مركا وحي وافق سنين وحي كل واكل أقانا الحمد لله رب العالمين مركا جعل كيسنا يجا قاسمة وحول بينه هو وافقه ها يعني يوحي أن كو خلاف سنة هنا إن النوع كل جيس ما يقول كينيسو وإن هي عدالة ونبري أنزلوا الناس منازلهم ها حنا البريت إلى عائشة إن ننزل الناس منازلهم وقل بين منزل كيسد الجنة تنسى أنا البري عدالة أنا البري ها أنتم شهداء الله في الأرض ما آتى ها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا رسول كنا نقول شهيد ما واساس واي هذا شهر رسولك شهادة دي أو كوفر لها هذا الطريق يستكلي حتى المحل عاد
وخطر وي وخطر وي ادي يقولوا دتك كلا وين تقاند وحا كو كلا حكومتك وكو كلا عليسيد وين تقاني دتك كلا واحد كو كلا عليسيد وين تقاني بس ماشي الاستاغي سوينا تقاني ها قفك وحا وضريخ كبايري وين تقاني ماشي كو قلوده وين تقاني نينكو هادين او قصدو حمانته اي هادو هادو حمانته هاي هادو قصدو يا هادو كو خطا واكل لب تقوى وين مارتي مسائل كخار كو خطا هاي وعلمه وينه تاسمك واضع هذا أو نكو إنه خطأ وإنه خطأ أهان وقلوا يينه قصد أهان وقلي كلام أي كمته مركو هذو قصد أهان وقلنا والله وذا طورا يا سجى يوحي صورا هذو خطأ وقلنا خطأ على صحايا بوحي سكرنا وعلى رأسه والعين وان مركو دتك أنا مر خطأ يسأنا صحنه أي واجب كان وقته هاي لكن مارتي وحي وناجع أنك قاعد إنه هو سجنه وإنه كجرا ساس أنا جر رأي جيك ساس واي جزاه الله خيرا أنا كنا مارتي عيب أحد وحوري وحوين وحوين وقول هاي الله يرحمه عصر كان إن إيلم إذا ما بتجربه أصلا إن إيلم إذا ما بتجربه عصر كان حتى وحوي أدب كيسا يا ها هاتو والله وضعت ميرد بوي كسامعيت أدب كا إيو مارتي بحكي قرآن كا إيو مران كفهم كيسا إيو مارتي وليه مقدمات يعني مقدمات كاتسوح عجيب كلية هاي تفسيرها الله جمان نقضه وحتى شيخ نور علي علبة ويديه وحان التفسير كان كور ما هو تفسيره سان محاجر وتوجيهه ورنتي ها بهالك محايا هاد نك اللي يراه هذا صالح فوزان أساس وكلوا لي وكلام حول القرآن بويري ها حول القرآن قرآن عمومهان وكالله وارون حول القرآن قرآن عمومهان وكالله اتصير تفسيرات كله يقال من كثير وكليته والله وحبذا بكسر يقولنا تفسيرات وآدي اعتباده وكميدي هاي ها مركو أساس واه حيا لبذا الوقت خبر الأحاد كنا العقيدة اللي ودي ليش حكي كتبت وحوي العقيدة المعتزلة ها ها المركي ومارتخ إن الحديث الأحاد كنا العقيدة اللي ودي ليش مركو واحد ولا يا مارتي هدوس مروح سوا آخر قفقو ميلو قوة وافقة يا دت كي خلوعنا وميلو قوة وافقة ها مركو أساس واه مركو رجعنا مارتي ده هالفاء قاضي يعني ميلها أو دت كا كله أو قوة فقوس السلف كي كراعين أو أي كوها استعمى ودري شدة وقطوراي لكن صح ما ها إنك وحنا خلط كوك جلاني يين وقصد حمانت وقصد واكل الله ها مركز أسان مارت إنت أسان مانت كسر جوجنا إن شاء الله تعالى وحي مارت أن سحننا إلهي أنا قابله وحي أنا مالك محيي هذا أن سحننا إلهي أنا قابله وحي أن خلطنا إلهي أن نرد عفو أنا نجكبه إن شاء الله تعالى ضدك مسلمين تانا خير الله سيئ وحويا عدل جاسن وأسله وحويا قفا لا أن النقد كان سيدي إمام مالك ويري كل منا يرد أو يرد بوير إلا صاحب هذا القبر النبي وجهه العالم أهل المدينة الأورنج مركو أساس وعلم ذو والوالد سردية ومركو وأنا قلت إذا والد متابع عن كرا إن شاء الله تعالى الله يبركيه هاي ولي برج ربيير النقديان سيدا رجع خاركود شبليه كلايو وارد ماشى سيري طريقه هالكلام على قيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.